نادي الأهلي العظيم في كل مكان. مساء الخير، مساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي بره مصر وجوه مصر. حلقة جديدة من البيت الكبير، بقينا نفتقدكم حتى لو غبنا يوم 24 ساعة. ده طبعا بسبب انه في مباريات بتحصل ساعات في ايام الاسبوع اللي احنا بنكون متواجدين مع حضراتكم فيها من الحد للخميس احيانا، فبيكون الاستوديو التحليلي طبعا مشرف، واحنا طبعا يعني لازم يكون في تحليل للمباريات بشكل تفصيلي، بس احنا بنفتقدكم جدا. والحقيقه النهارده حلقه افتكر ان هي هتكون مختلفه جدا، هنناقش معاكم مواضيع كتير وعندنا كلام كتير قوي هنقوله لحضراتكم، بس تابعوا البيت الكبير. اهلا بك يا كابتن هاني. مساء الخير يا سهام. طبعا مساء الخير على كل جماهير النادي الاهلي، مساء الخير على كل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد من ايام البيت الكبير. النهارده حلقه ان شاء الله تكون مختلفه، في اخبار كتيره جدا جدا تهمكم وتهم الساحه الرياضيه، عندنا كواليس كتيره جدا جدا، لكن زي ما احنا متعودين دايما في يوم الثلاث عندنا حلقه خاصه، او يعني حاله خاصه زي ما بنقول، والكلام خارج الصندوق طبعا مع الناقد الرياضي عمر البنوبي. هنتكلم عن مشوار المحترفين، هنتكلم على الكره العالميه، هنتكلم على التسويق العالمي، حاجه بره الصندوق شويه. ويمكن الحلقه اللي فاتت كانت يعني عملت إقبال غير طبيعي ونجاح غير طبيعي، عمر البنوبي من الشخصيات المحترمة جدا، هنتكلم معاه في ملفات كتير. وطبعا الفقرة الثالثة زي ما متعودين في البيت الكبير معانا نجم من نجوم النادي الأهلي وكان زميل سابق على المستوى الاحترافي، معانا الكابتن ياسر رضوان نجم النادي الأهلي السابق، هيكون معانا في الفقرة الثالثة. طيب في بقى كلام كتير قوي عن مباراة امبارح، والحقيقة احنا هنا مش علشان نحلل المباراة بشكلها الفني، ان احنا عارفين كلنا او اللي تابع طبعا او بيتابع المباريات او الدوري من الاول خالص عارف كويس قوي انه الاهلي هو بطل الدوري السنة دي وزي كل سنة، والحسم صحيح اتأجل. انت النهاردة لما بتتكلم عن مباراة تم تأجيل حسمك او الدوري النهاردة يعني تم حسمه المباراة جاية او جولة جاية، ده طبيعي جدا وبيحصل جدا، وده حضراتكم عارفين انه الاهلي امبارح تعادل مع الاتحاد السكندري بدون اهداف بفعل فعل، وكلنا عارفين من هو الفاعل. طبعا كلنا عارفين انه كابتن ابراهيم نور الدين هو كان حكم مباراه امبارح، كان معاه طاقم التحكيم خاصه طبعا حكام الفار محمد سلامه كان حكم فيديو، مبروك نبيل مساعد حكم الفيديو، وده بعد ما منعوا وكلكم شفتوا ده على الطبيعه الاهلي من ضربه جزاء، ضربه جزاء كانت صحيحه لحمدي فتحي، وتغاضوا ايضا عن طرد خالد قمر، خالد قمر اللي كان المفروض استحق على بطاقه صفراء، والحقيقه انه ارتكب خطا تاني كان المفروض يحصل على بطاقه صفراء تانيه كانت تؤدي الى طرده، وده ما حصلش. مش بس كده، طرد احمد فتحي كمان كان في ردود افعال مختلفه عليه الحقيقه، البعض قال يستحق الانذار، البعض الاخر قال لا يستحق. الحقيقه انه كابتن ابراهيم نور الدين الحكم كعادته أثار العديد من علامات الاستفهام في مباراة امبارح، وكأنه كان يعني أو متخصص في إدارة المباريات بشكل شائك أو لافت للنظر أو عايز يلفت النظر. الحقيقة أنا مش عارفة، عندي كذا سؤال لكابتن إبراهيم نور الدين. امبارح يمكن برضو شفنا بيضيع وقت كبير جدا جدا وفي زي شو أو تمثيل في بعض الأحيان، وكأن يمكن يعني عارف اللي هو ايه على رأي اللي قال هجوم، يعني في ميول سينمائية غريبة جدا يعني مش طبيعية، يعني انا مش فاهمة لحد دلوقتي لم يتم اكتشافه بعد. احنا مش بنتكلم النهاردة علشان الاهلي اتعادل او بنحاول ان احنا نبرر اداء الاهلي اللي ما كانش على المستوى المطلوب، احنا هنا بنتكلم علشان لازم يكون في عدالة تحكيمية، لازم يكون في عدل في استخدام الفار. مش معنى ان احنا عندنا فار يبقى الاخطاء التحكيمية انتهت، ما انت النهاردة مين اللي بيتحكم في الفار؟ بشر، بني آدم. الاهلي بعد تقنية الفار الحقيقة خسر نقاط كتير، وظهر الظلم التحكيمي ده مع ان المفروض ان الفار ده يحقق العداله بشكل كبير، مش هقول لك بنسبه 100% بس على الاقل بنسبه 80 90%. امبارح اللي حصل قدام الاتحاد السكندري ك
كان في علامات استفهام كتيرة جدا. ضرب الجزاء صحيحة لحمدي فتحي ما اتحسبتش، أمام الزمالك ضرب الجزاء صحيحة لوليد سليمان، أمام أسوان كان في ضرب الجزاء صحيحة لجيرالدو، أمام الإسماعيلي كان في ضرب الجزاء صحيحة في حاجات كتيرة جدا لم تحسب. 4 مباريات فيهم أخطاء تحكيمية فجأة، ومع ذلك إحنا بنعدي ونطلع هنا نقول الحكم عليه علامات استفهام ونسكت بس في يعني مشكله كبيره جدا. طبعا في مشكله، في مشكله كبيره طبعا في التحكيم، وزي ما انت بتقول يا سهام احنا دايما متعودين ان احنا دايما سبورت، وانا على المستوى الشخصي دايما نخلي بالنا على حكامنا المصريين، نخلي بالنا، خلينا دايما سبورت ان لازم نقف جنب الحكم المصري بشكل كبير. لكن يمكن المباراه امبارح انا شفتها بشكل مختلف شويه، الرياكشن والرد فعل الحكم كان غير طبيعي بالنسبه لي. ممكن تروح للبار، ممكن تحسب ضربه جزاء، لكن الشكل الغريب جدا ان هو بيصفر صفاره جامده جدا وبيشاور، يعني حركه انا بالنسبه لي يعني ناصر صلاح يعني حركه مستفزه جدا. يعني اولا موضوع امبارح كان اوفر قوي، اوفر اكتنج يعني هو موضوع مستفز. حتى يعني انت كمان لما يكون حكم المفروض تكون متزن شويه، الحكم لازم يكون واقعي بدرجه كبيره حتى لو في ضرب جزاء. احنا طبعا انا شايف من وجهه نظري يعني في خطا حصل، ضرب جزاء مش ضرب جزاء ده مش قصتنا، لكن يعني خلينا حتى نشوف دلوقتي، هو دلوقتي الحكم رايح يشوف اذا كان في ضرب جزاء والفار بيشوفه، وبدا كمان يتناقش بشكل عصبي جدا حتى مع حكام المساعدين بتوع الفار. يعني احنا دايما بنشوف في اوروبا ان بيكون مفيش رياكشن وانت بتكلم الحكام الفار، ما بيكونش فيه رياكشن على وشك، ما بيكونش فيه العصبيه ديت موجوده والحركات بتاع الايدين ورجع لي دي شويه. يعني حتى ديت بتكون للاسف حكامنا لسه ما وصلوش لمرحله احترافيه بالنسبه لموضوع الفار. يعني احنا شايفين دلوقتي على الصوره في كلام كتير من حقك تتكلم، لكن القصه كلها انك بيشوف ورجع لي ديت، طب رجلين مرفوعه، طيب هو اللاعب يعني نازل بدماغه، طب نازل بدماغه لمرحله ان هو ما تتحسبش فاول، اهي دي بقول عليها الرياكشن الكبير قوي، ويلا ضربه جزاء على النادي الاهلي. في ايه يا جماعه؟ ضربه جزاء لو انت شايف انها ضربه جزاء خلاص، تيت بتشاور على نقطه ضربه الجزاء، ضربه جزاء خلاص. لكن الاوفر رياكت دوت والاكشن اللي عمله ده بيكون ليه كمان ردود افعال على اللعيبه. انت بتستفز يعني لعيبه النادي الاهلي، وخلينا نتكلم حتى ردود افعال النادي الاهلي، احمد فتحي تقبل الامور، بدا يناقشه بهدوء شويه، لكن كان في استفزاز، كان في استفزاز واحد. ده دايما بنقول ان موضوع الفار ده عندنا مشكله فيه، لكن على مستوى التحكيم انا بتكلم دايما انا سبورت للتحكيم وبنقف، لكن الموضوع زاد عن حده بشكل كبير جدا. الرياكشن ده ما كانش مطلوب خالص. لو اتكلمنا على الفار، لا يعني الفار عنده أخطاء كتيرة جدا جدا على مستوى النادي الأهلي. زي ما انت قلت سام، 3-4 ضربات جزاء ما تحسبوش للنادي الأهلي. أنا ما بتكلمش دلوقتي على حسم البطولة، كلنا نتمنى أن النادي الأهلي يحسم البطولة امبارح كجماهير النادي الأهلي ومحب النادي الأهلي، نحسم البطولة امبارح. لكن النادي الأهلي إن شاء الله هو بطل الدوري، ما عندناش مشكلة في الحتة ديت. لكن اللي عندنا مشكلة فيه ان الناس حتى بدات بعد كده تتكلم، قبل كده بيقول لك اصل الفار، قبل الفار النادي الاهلي ما كانش بيكسب، بعد الفار لا. احنا شفنا الجزء الثاني، جزء التحكيم زي ما اتكلمت فيها يا سهام. عايز اسالك سؤال. اتفضلي. انت النهارده كلاعب في الملعب انت وفرقتك، لما بتحس ان في تحامل من قبل الحكم او ان في مفيش حياد ومفيش حمايه ليك، انت بتكمل ازاي؟ يعني انت الموضوع بتكون. وبعدين عايز اقول لك على حاجه، انت النهارده احمد فتحي لما نزل يلعب في الشوط الثاني، انت اول 10 دقايق حصلت على انذارين طرد، انت ما اديتلوش فرصه. لا هي الموضوع احساس اللاعب نفسه. يعني انت بتساليني انت كلاعب، انت في الملعب، انا في الملعب على طول، يعني خلينا اقل حاجه بيخرجني عن التركيز، يعني الخروج عن التركيز ده بيقلل من مستواي البدني والفني. فانا لما بحس ان في تحامل شويه، يعني انا ممكن جدا يبقى اكلم فرقتي، لا نشد حنا، احنا ساعات كتير جدا احنا بنقول بيننا وبين بعض، لا يا جماعه احنا الماتش ده احنا بنلعب ضد الحكم وضد الجماهير، ده نوع من انواع التحفيز انك يبقى عندك الاثنين من المنافسين، تلتزم. وساعات يعني بنتكلم كتير، انت بتلعب ضد الحكم وضد الارض وضد الجماهير وضد الجو، ساعات لما بنكون نلعب في افريقيا في اجواء صعبه شويه، فده بنتكلم فيه. لكن في وسط المباراه، مباراه للتتويج، ممكن ده تخرج لعيبه النادي الاهلي شويه عن التركيز، يبقى تركيزها
بيخرج شويه او بيقل شويه. وزي انت ما بتقولي احنا ما بنبررش اداء النادي الاهلي امبارح، النادي الاهلي امبارح ما كانش على المستوى الاداء المطلوب او على المستوى اللي احنا كنا نتمناه للنادي الاهلي، انك لا انت نازل لازم تدوس من اول دقيقه، لازم تقول انا بطل الدوري النهارده. الكلام ده كان في الشوط الاولاني مش موجود، بيظهر في الدقائق الاخيره، ودايما الدقائق الاخيره بتاعت النادي الاهلي، لكن احنا عايزين ده من البدايه، انت تنزل من بدايه الماتش تقول للناس كلها وتقول للعيبه الاتحاد مع احترامي للفريق الاتحاد الموضوع. ان احنا جايين النهارده عشان نحسم الدوري، الكلام ده ما كانش موجود. لا. فما احنا ما بنبررش للنادي الاهلي، لا ما بنبررش عمرنا، لكن والله انا عملنا كده بصراحه، لكن إيه؟ النادي الاهلي يعني دايما دايما خلي بالك كمان رغم المواقف دي كلها سام، موضوع مهم جدا ان النادي الاهلي ما كان التعليق على الحكام كان في فترات صغيره وبشكل مهذب، لكن الامور توصل للدرجه ديت، وانا بصفه شخصيه يعني اول مره اشوف رياكشن حكم بهذه الطريقه انه بيحسب ضربه جزاء، ف يعني الموضوع كان خارج اطار شويه الروح الرياضيه، كان فج جدا جدا، وكل الناس يمكن الموضوع ده اثار حافظتها. والحقيقه كان في رد فعل سريع جد برضو سريع جدا على الظلم التحكيمي اللي حصل امبارح او اللي اتعرض ليه الاهلي. اداره النادي الاهلي ارسلت خطاب لاتحاد كره القدم بتطالب فيه بايقاف الاخطاء التحكيميه غير المبرره واللي شهدتها امبارح او مباراه امبارح، وتحديدا يعني الاهلي والاتحاد السكندري. ده طبعا في مباريات كتيرة جدا زي ما اتكلمنا، وفي أخطاء تحكيمية ارتكبت بشكل مفج في مباريات سابقة مش بس مباراة الأهلي والاتحاد امبارح. الإدارة أكدت على ضرورة تفعيل دور مراقبي الحكام اللي بيتم تعيينهم من قبل اتحاد الكورة للوقوف على هذه الأخطاء التحكيمية أو الحد منها. خلينا نقول الإدارة كمان، إدارة النادي الأهلي طلبت بإيقاف التصرفات غير اللائقة لحكم مباراة امبارح اللي بيحاول وباستمرار انه يستفز مشاعر اللعيبة والجهاز الفني وبيصدر بحقهم مثل هذه العقوبات. كمان إدارة النادي الأهلي أكدت على ضرورة تحديد طريقة أو يعني شكل أو طريقة ذات معايير واضحة بتختار بيها الحكم الحكام اللي بتتماشى مع مبادئ وقوانين كرة القدم بشكل عام. كمان جاي في الخطاب ده خطاب النادي الأهلي للاتحاد النهاردة أنه الحكم اللي أدار مباراة امبارح يدير المباراة الرابعة للأهلي هذا الموسم والثانية خلال 12 يوما، في حين أن الحكم المصنف رقم واحد لم تسند إليه إلا مباراة واحدة للأهلي. كما أن لجنة الحكام جاءت بالحكم الكرواتي إيفان بيبيك لإدارة مباراة القمة بالرغم من استبعاده من حكام النخبة إيه؟ طبعا ده حصل في أوروبا، واستبعاده من قبل لجنة الحكام في الاتحاد السعودي أيضا، ده بسبب أخطاءه أيضا الفجة، وهو نفس الحكم لو حضراتكم تتذكروا اللي أدار مباراة الأهلي وبيراميدز الموسم اللي فات وأثارت قراراته غير الموفقة في التوقيت ده جدل كبير جدا. وللأسف لجنة الحكام النهاردة بدأت يعني ترتكب نفس الأخطاء ديت في حق النادي الأهلي واللي بتخالف جماعها قانون كرة القدم. وطبعا إدارة النادي الأهلي شددت على ضرورة إرساء العدالة بين الأندية المنافسة والالتزام بمبادئ وقوانين كرة القدم المصري. زي ما بقولك بيان محترم جدا من النادي الأهلي، وزي دايما بقولك حتى لو النادي الأهلي في أوقات كتيرة جدا بيكون فيه ظلم تحكيمي، لكن هو دوت النادي الأهلي تاني، هو ده النادي الأهلي بيطلع بقرار محترم جدا ما تطرقش بشكل كبير للأخطاء التحكيمية، وبيقول إن أنت ما ينفعش إن في حكم بيحكم لي 3 مرات أو 4 مرات في خلال 12 يوم، لا إحنا علينا علامة استفهام على ديت موضوع. كمان إن موضوع الفار إن لازم يكون فيه كمان رخصة، لازم نشتغل برخصة، ولازم يكون في إعداد جيد جدا للحكام اللي بتشتغل على الفار، إن التقنية، ودي اتكلمنا على الموضوع ده كتير جدا، وإن شاء الله هنفتح كمان الملف دوت مش هنقفله، موضوع الفار هنناقشه هنا في البيت الكبير، إن لازم يكون في رخصة وفي تدريب كتير جدا للحكام على مستوى المساعدين الفار اللي جوه الأوضة اللي بيشوف، وعلى مستوى حكم الساحة، كل ده مهم جدا جدا إن احنا نتكلم فيه. لكن بيان محترم من النادي الأهلي تاني بيقول إن احنا يعني بنقول خلي بالكم يا جماعة، يعني تعيين الحكام وخاصة احنا
زي ما بقول احنا في الخطوات الاخيره ان شاء الله اللقب كده كده محسوم، لكن عايزين نتكلم كمان على المستقبل ونتكلم على مستوى التحكيم. لما النادي الاهلي يطلع بيان زي دوت، هو كمان بيشجع اللجنه الخماسيه، بيشجع الحكام لا خدوا الرخص واتمرنوا بشكل افضل. وموضوع تعيين الحكام لمباريات النادي الاهلي، يعني حكم 4 مرات في خلال مده صغيره، لا يعني احنا يعني كمان النادي الاهلي في حاجات لازم يقف عندها، وده اللي بيقف عندها الاداره بشكل واضح. وده اللي بقينا النهارده وضحه اكيد يعني بشكل تفصيلي. وبعدين اذا كان لو انت ما عندكش الفار كنا عملنا ايه؟ يعني كل ده انت بتتكلم وانت عندك الفار، التقنيه دي الفار محتاج فار، يعني الفار محتاج فار فعلا. يعني للاسف احنا كنا نتمنى يبقى في التقنيه بتساعد، اكيد بتساعد العالم كله في ان الاحكام تقل، يعني الحكام يقللوا من اخطائهم لحد كبير، لكن لغايه دلوقتي في مصر اعتقد يعني ما وصلتش للدرجه اللي احنا حتى كنا نتمناها. ده نتيجه حاجه، نتيجه زي ما بقول لك تدريب الحكام، الرخص اللي الحكام اللي بيحصلوا عليها لازم يكون بروفيشنال، لازم يشتغل عليها كويس قوي. احنا بنقول دي خطوه، لكن يعني خلينا نتكلم دايما، نتكلم للافضل دايما، عايزين حكامنا الافضل دايما، عايزين كورتنا الافضل. فاتمنى الموضوع الفار دوت والتحكيم يبقى يمشي بشكل افضل ان شاء الله الفتره اللي جايه. طيب ده كلام مهم جدا جدا، والحقيقه برضو يمكن في الوسط الرياضي في الفتره الاخيره في تعمد على الخداع يا جماعه. كل واحد النهارده بيطلع بيحاول انه يخدع جماهيره، وبيصدر مشاكل الاهلي ان هي مشاكل يعني لا حصر لها ومش موجوده في اي فرقه تانية. وفي كلام يمكن هنقوله لكم كمان شويه، يعني اللي هو يعني بص على نفسك حضرتك وبعدين اتكلم. طبعا احنا بالنسبه لنا الهدف معروف، والغريب انه النهارده اللي بيطلع يتكلم عن نتائج المباريات سواء في كره القدم او اي كره تانية، طايره، سله، باسك، اي حاجه، انت لا كسبت دوري ولا كسبت سله ولا كسبت طايره، وبتتكلم بناء على ايه؟ ده برضو سؤال موجه، عايزين الحقيقه اجابه. بلاش نحاول يعني او تحاول تجمل الصوره لجماهيرك وتضحك عليهم بنتيجه مباراه احنا فارقين، يعني فارق النقاط عن اقرب منافسينا كبير جدا، فانت النهارده طالع تشمت، ما هي دي الفكره، وطالع تتريق على ايه بالظبط؟ هي الفكره. خلي بالك دايما يعني اللي بيطلع يتريق ويطلع يشتم ويطلع يقول، وكان في ناس كتيره جدا جدا شمتانه في النادي الاهلي امبارح، انه ما اصل كمان الموضوع مستغربة. الموضوع اللي انت شمتان فيه ده موضوع كمان يضحك، انت شمتان في النادي الاهلي انه يا عيني النادي الاهلي ما حسمش البطوله قبلها بثمان اسابيع. يعني منطق غريب جدا، وانت هتبص في جدول الدوري هتلاقي نفسك يعني يا رب تطلع مركز ثاني وتلعب افريقيا او تاخد مركز ثالث. يعني الموضوع حتى النظره فيه بتبقى، انا بالنسبه لي نظره كوميديه جدا، انت بتشمت في حد ان هو ما حسمش الدوري قبلها بثمان اسابيع؟ لا ان شاء الله الدوري محسوم، وزي ما بنقول يعني عندك مشاكل كتيره جدا جدا، وعندك امور غير احترافيه بشكل كبير جدا، بس احنا دايما متعودين، والناس يمكن كان بتلوم علينا في بعض الاوقات ان احنا واخدين سكتنا وان احنا ما بنبصش غير لنفسنا بشكل كويس. حتى الانتقاد بيكون على شكل محترم وشكل اعلام بيحترم المشاهد. احنا ممكن جدا كنا نطلع ونعمل كوميكس كتير جدا ونطلع فيديوهات ونجيب فيديو من هنا يضحك وفيديو اصل ده بيقول ويضحك، ده سهل جدا يتعمل، لكن احنا بنحترم القناة اللي احنا شغالين فيها، بنحترم أنفسنا، بنحترم الكيان اللي احنا شغالين فيه. لكن الموضوع اللي احنا ممكن نعمل كوميكس هنعمل كوميكس ونضحك الناس، لكن احنا دايما بنتكلم بلغة الأخلاق، دي مبادئ النادي الأهلي، بنتكلم بلغة المبادئ، دي مبادئ النادي الأهلي. يعني أكتر حاجة ممكن نقولها بص لنفسك، يعني بص لنفسك وبص لمشاكلك وبص للسي في الطويل العريض، لو احنا خدناه من أوله لآخره هنلاقي سي في للأسف يعني خارج نطاق الروح الرياضية بشكل كبير جدا جدا يا سهام. اللي بيحترم نفسه يا ماشي هو ده اللي إيه يعني، مش عارف أقول إيه. بصوا عشان أنا هتكلم دلوقتي في موضوع يخصني أنا الحقيقة شخصية، وأنا يمكن من المذيعات وأبتدي يعني أجزم بده إن أنا من القلائل جدا اللي بتطلع تتكلم عن نفسها أو تطلع تسوق لنفسها. أنا مش من المذيعين أو المذيعات دول تماما على الإطلاق، والحقيقة في ناس كتيرة جدا ما تعرفش عني حاجات كتير. أنا بتكلم ليه في الموضوع ده النهاردة؟ لأنه بقى فيك قوي وبقى منتشر قوي وعليه لغط كبير جدا، والحقيقة اللي حصل النهاردة كان لازم أطلع واتكلم وارد لأن مش أول مرة تحصل. أنا في أكاونت فيك
مش حقيقي. في ناس كتيرة جدا مستنية تسمع الكلمتين دول. الأكاونت الفيك ده قدام حضراتكم دلوقتي، حاطط اسمي وصورتي على تويتر بالأخص، وبيكلم صاحبه على إنه سهام صالح. أنا الحقيقة يعني أكدت ده أكتر من مرة، سواء على رسائل خاصة الناس اللي بتبعت لي، بحاول إن أنا أرد على كل، أنا في ناس كتيرة جدا جدا بتبعت لي. أنا الحقيقة يا جماعة ما عنديش أي حساب على تويتر، وما أعرفش تويتر ده بيشتغل إزاي، ما عنديش أي حساب على تويتر. أنا حسابي الرسمي على إنستجرام متوثق قريب، حسابي على فيسبوك البيج الكبيرة بوثقها دلوقتي والتوثيق ده في الطريق. إنما النهاردة حد يطلع ويتكلم بلساني على تويتر ويتكلم وزي ما كان كاتب النهارده ان النهارده بيهاجم لعيبه الاهلي، والنهارده رجل المباراه والشناوي وهاجم فرقتنا، للاسف ده شخص مش ذكي، لانه بيهاجم الاهلي وبينتقد الفريق بعد مباراه الاتحاد. وامبارح الحقيقه، وده انا لا يمكن اعمله، انا اهلاويه من زمان، ولما كنت في ام بي سي مصر كان ده معروف عني، وكنت بانتقد، وكانوا دايما يقولوا لي لازم تكوني حياديه، وانا دايما مع فكره انه الانسان او المرء، في حكمه تقول لك ايه، المرء لا يستطيع ان يفلت من انحيازاته الاولى. انا اتولدت اهلاويه، وانا شايفه انه مفيش حاجه تمنع ان تقول، ان يعني حاجه تقول ان انا ما اعلنش انتمائي او اعلن انحيازي، طالما أنا بتكلم عن الطرف الآخر بكل احترام وبكل تقدير وبكل إنصاف. مفيش حد يقدر يجي يقول لي أنت بتقولي إن أنت أهلاوية ليه؟ أو بتشتغلي في قناة الأهلي ليه؟ مفيش حد يقدر، أو حد يقدر ينتقدني أو يهاجمني. أنا الحمد لله لا مذيعة بتحب الشو، ولا بحب إن أنا يتسلط عليا الضوء علشان بس الناس تتكلم عني. أنا في حاجات كتيرة جدا عدت عليا كان ممكن تطلعني ترند اول امبارح، مش امبارح. الموضوع خلي بالك، بقول لك يا كابتن هاني، الموضوع لو اي حد عايز يطلع ترند هيطلع. انا من الناس القليله جدا اللي لا بتتاجر بحياتها الشخصيه ولا بحياتها العمليه، ولا اطلع اقول ده عمل فيا او حياتي تكون مشاع للناس. لا مش مطلوب. انا طبعا مش من الناس دي. انا بتكلم بصفتي سهام صالح اللي مش مذيع، اللي مش مذيع يعني خارج نطاق العمل يعني. انا بقول الكلام ده للناس اللي ما تعرفنيش. الناس اللي تعرفني عارفه الكلام ده كويس عني قوي، وعارفه ان انا لما بدخل اي مكان اشتغل بيه فيه بشتغل بالسي في بتاعي. انا لا محسوبه على اشخاص، ولا معروف محسوبه على شله، ولا محسوبه الحمد لله على حد خالص. والحقيقه انه كابتن وليد صلاح الدين برضو يعني دخل يرد على الاكونت الفيك، فاكر انه الاكونت بتاعك، ودخل يقول لك بقى ما ينفعش ان سهام صالح في قناه النادي الاهلي تعمل كده على حسابها على تويتر. يا كابتن وليد ازيك؟ عامل مشاكل ليه يا وليد؟ مساء الخير يا وليد، عامل مشاكل ليه؟ ازيك يا استاذه سهام؟ ازيك يا كابتن كبير حبيبك كابتن هاني؟ ازيك يا وليد، عامل ايه؟ وحشني. وانت كمان والله. اخبارك ايه يا نجم؟ شياكه شياكه يعني، انتوا الاثنين حبيبي يا وليد. طبعا الموضوع اللي بتتكلم فيه سهام طبعا مهم، وانت هترد عليه، بس عايز يعني نتكلم فيه الاول ولا نتكلم عن النادي الاهلي؟ نتكلم عن المهم. لا طبعا عن النادي الاهلي. انا عايز اكلمك والمباراه بتاعت امبارح. عايز اكلمك يا وليد طبعا في جزئين، الجزء الفني للنادي الاهلي امبارح، وكمان على مستوى ما بعد المباراه، ردود الافعال على السوشيال ميديا ما بعد المباراه، وال يعني بما بين قوسين كده ما احبش اقول الكلمه دي، لكن التحفيل للاسف على نادي هو بطل الدوري، التحفيل على نادي بيحقق ريكورد على مستوى النقط، على مستوى الاهداف، على جميع المستويات يعني. وكمان الحوارات والكلام اللي بيطلع من للاسف من بعض المنافسين، اللي هم لو بصوا حتى نفسهم هيلاقوا نفسهم يعني بيبصوا العالي قوي، يعني النظره بتبقى فوق قوي، ده في 20 سلمه، ده في 20 نقطه، فاهم؟ فعاملين بنظريه طبعا التباعد عشان الكورونا، فواخدينها كمان على مستوى الجدول الدوري. فتقول ايه على ماتش امبارح يا وليد؟ بص يا كابتن هاني، انا من وجهه نظري ان احنا طول عمرنا، طول تاريخ النادي الاهلي، هو الطبيعي ان الناس تتكلم عليك، والطبيعي ان الناس تحاول تكسر فيك، والطبيعي ان الناس تحاول تهاجمك. انت يعني احسن نادي في القرن، احسن نادي في 100 سنه،
انت الاكثر تتويجا في العالم بالبطولات، رانكينج وحاجات يعني مش اي حد بيوصل لها. فطبيعي انا شايف ان احنا طول عمرنا السمه السائده عندنا ان هي الصمت، واحنا دايما بنقول ان الصمت لغه العظماء. يعني انت مش، انا مش محتاج ان انا اتكلم لان انا شخصيا بشتغل. يعني انت النهارده لما بتقول مثلا النادي الاهلي اتعادل امبارح، ولا النادي الاهلي مثلا بيكسب بالتحكيم، وفي الاخر انت بطل الدوري وقبليها بكذا اسبوع، فخلاص مش يعني انت دايما عملك اللي يرد مش انت. يعني انا مقتنع شخصيا بالمقوله دي. ده حقيقي، وده اللي شغاله على فكره النادي الاهلي. بس انا بتكلم على النقطه اللي هو الموضوع بقى يعني بقى اوفر قوي، والموضوع بقى ان هو كمان يعني كل واحد يبص لنفسه ويبص هو فين. يعني انا لما ابص لنفسي واشوف انا فين، يعني اشتغل على نفسي واشتغل عندي مشاكل كذا وعندي حلول كذا لازم اشتغل عليها، لكن ما ابصش لحد ناجح واقول لا ده انا لازم افشله عشان يبقى زيي. هي دي بس النقطه اللي دايما بتكلم عليها وليد، ان احنا دايما بنبص للناجح ان هو لا انت ناجح ليه، انت متقدم ليه، ده انا لازم اعمل واعمل واعمل واطلع على السوشيال ميديا حاجات، عشان للاسف الناجح دوت يبدا يبص لتحت ويبدا يتعامل بطريقتك، وبالتالي انت بتنزله او هو بينزل نفسه لمستواك. يعني دي النقطه اللي بتكلم عليها وليد. علشان انت حاسبها كابتن هاني زي ايام زمان، الناس اللي بتنقد تكون بتنقد باحترافيه، وغضب سهام دلوقتي عشان هي فاكره ان اللي سارق الاكونت او ان اللي عامل اكونت فيه ما عرفوش عشان يسرقوا. ده انا مش عندي ولا احب ان انا يعني انتشر بالطريقه دي او اثير يعني حافظه الناس او ردود افعالهم بالطريقه دي. ما اعرفش اعمل كده، مش شخصيتي. بس انا في الجزئيه دي يا عم عايز اقول حاجه بس، ان هي دلوقتي ده بقى الناس بتعتبرها انه اكل عيش، انه خلاص هو بقى بياخد فلوس او بيسترزق من ورا الجزئيه دي. فبقى الموضوع خدي بالك يعني انا بقى لازم عايز اتكلم في الموضوع ده الاول قبل ما لو هنتكلم على الحاله الفنيه. انا طبعا الاكونت بتاعي اللي على تويتر ده فيك برضو، انا عارف ما عنديش اكونت اصلا على تويتر خالص. بس هي الفكره، ولقيت الكابتن ناس كتير بتكلمني، يعني الكابتن تقريبا كابتن خالد جلال وتقريبا كابتن كذا حد بيكلمني، وانا انت بتتكلم على اداره الاسماعيلي واداره مش عارف ايه. بس هي الفكره في ايه؟ ان الناس دي خلاص بقى ده رزق بالنسبه لهم. على فكره اللي عامل الاكونت يا كابتن هاني عامل للكابتن سيد عبد الحفيظ. لا ما هو بياخد مش عامل للكابتن هاني رمزي. لا ثواني بقى، الحمد لله انا بعيد عن القصه دي. الحمد لله مش عاملين يعني للكابتن هاني رمزي صح؟ انا شفته عامل للكابتن سيد عبد الحفيظ حسام حسن. لاحظت ان هي بنفس المسمى، فقلت يعني متآمر واهبل كمان. دي حقيقة. فالموضوع ده انا عايزكم تهدوا نفسكم، وخصوصا انت يا يعني كابتن وليد. انا مش متضايقه، انا بس اللي ما يعنيني الناس اللي ما تعرفش سهام صالح، او اللي اول مره اشوفها على قناه النادي الاهلي، او ما تعرفش عنها كتير، هم دول يهموني. انا النهارده وليا الفخر على فكره ان انا قلتها قبل كده، ان انا اكون منتميه لمؤسسه عريقه كبيره اسمها مؤسسه قناه النادي الاهلي او النادي الاهلي. فانا في ناس كتيره جدا بقت يعني الحمد لله رب العالمين بتشوفني، وناس كتيره قوي عارفاني. خلي بالك يا سهام، ده خلي بالك يعني زي ما انت بتقولي انت بتشتغلي في كيان كبير جدا طبعا، ودايما الكيان ده زي ما وليد بيقول الكيان ده مش يعني في ناس تانية هتقول لك لا ده انا لا، ما هو انت لو مش كبيره في مكان كبير اعتقد الكلام ده ما كانش بما موجود. مع احترامي حضرتك كنت موجوده حتى في الام بي سي، قناه محترمه كل حاجه، لكن دلوقتي انت موجوده في في في, في قناه بيرصدها ملايين طبعا. ملايين طبعا القناه كنت اشتغل فيها. بس امال لو اشتغلت مدرب بقى ولا اشتغلت لا لا يا عمي لا ده قصه ثانيه. قول لنا بقى وليد، قول لنا الحاله الفنيه للنادي الاهلي انت شفتها ازاي؟ اكيد كان في قلق شويه من الحاله الفنيه، لكن خلينا نسمع منك رؤيتك الفنيه لمباراه امبارح. خليني اقول لك ان يعني مباراه في وسط المباريات، مستر فايلر قال في المؤتمر الصحفي ان احنا بنلعب فريق كبير، وان دايما المباريات يا جماعه ما بتتاخدش من فريق واحد. صحيح. لازم كمان يبقى ليك نظره للفريق الاخر، يعني دايما المباراه بتتلعب بين فريقين. مظبوط. وهو
قال قبل كده ان انتوا لو عايزين تلعبوا مباراه من فريق واحد او مباراه يبقى فيها مكسب على طول العبوا بلاي ستيشن، ممكن في البلاي ستيشن تقدر تلعب بقى كل المباريات وتلعب بالفريق اللي انت عايزه وتكسب بيه على طول. امبارح مباراه كبيره، مباراه الاهلي والاتحاد، الاهلي ما كانش كويس امبارح، عدد كبير من افراد الفريق ما كانوش في مستواهم المعتاد، اشتغلنا على جزئيه واحده بس هي الكرات الطوليه ودي ما مش كره النادي الاهلي يعني انا ما عنديش مشكله ان انا العب كرات طوليه بس ابقى يعني محضر لها احسن من كده، لكن فكره وجود راسين حربه دي ما فيهاش حاجه، باجي مهاجم طويل وبيلعب العاب الهواء بشكل كويس قوي، مروان بياخد من تحتيه بشكل رائع، لكن امبارح كنت تحس كده ان في شويه بعد عن المستوى، مش ده مروان، مش ده باجي، حتى احمد الشيخ برضو يعني بعيد شويه، الفرقه امبارح كانت بعيد، ممكن يكون حاله مثلا عايز اخلص الدوري، عايز اكسب حتى اي مكسب بحيث ان انا اتوج بالدوري، انا شايف ان يعني الحمد لله خلاص بنسبه تتعدى 99% الاهلي بطل الدوري، فاللعيبه تلعب باعصاب اهدى من كده. طب اخر سؤال يا وليد، معلش اخر سؤال برضو فني شويه، تفضل 4-4-2 عن 4-2-3-1 ولا يعني انا بحس ان عدله النادي الاهلي في 4-2-3-1 ممكن يكون بعض الغيابات كان بيتاثر انه عايز يجرب راسين حربه، لكن انت كوليد تفضل ان عدله الملعب زي ما بنقول تكون هي 4-2-3-1؟ انا دايما كابتن هاني مقتنع بان المدير الفني بيلعب بالطريقه اللي عنده احسن ورق ليها، 4-2-3-1 بنلعبها بشكل كويس قوي، انا ما عنديش مشكله في الطريقه، عندي مشكله في ان الطريقه اللي اختارها لازم اكون الفرقه حافظاها، يعني انا لعبت 4-3-3 مثلا في مباراه الزمالك بس انا شايف ان ما كانش الثلاثه بتوع نص الملعب، وما اعرفش توافقني ولا لا، انا معاك مرتبين شغلهم كويس، يعني السوليه وحمدي فتحي وديان، انا ما عنديش مشكله في الطريقه العب 4-4. هي بس هي انت عارف يا وليد بتبقى انت حافظ مكانك بشكل كويس، العدله نفسها بتفرق بالنسبه لك، يعني دي كمان بتفرق على امكانيات، طبعا انت بتلعب على امكانيات لعيبتك بشكل كبير طبعا، مع يعني بنشكرك يا وليد جدا جدا على وجودك معانا، وان شاء الله يعني كده ناجل المباركه على الدوري ان شاء الله للمباراه اللي جايه امام مصر المقاصه ان شاء الله باذن الله. شكرا ليك كابتن وليد. شكرا ليك كابتن وليد، وكان لازم طبعا كابتن وليد يدخل على يعمل المداخله دي، لان نفس الاكونت دخل عليه واحد باسم كابتن وليد يرد عليا، فالموضوع اصبح شائك، وانا على فكره قررت ان انا اقدم بلاغ لمباحث الانترنت علشان تشوف الموضوع ده، ولانها مش اول مره تحصل، فده اظن من حق يعني انه يحصل في التوقيت. يلا نروح لاخبار، نروح بقى المقاولين الاسماعيلي، خلص كام؟ 1-1 1-1 انتهت مباراه 1-1. نروح لاخبارنا النادي الاهلي، نروح طبعا لاخبارنا لفريقنا النادي الاهلي، طبعا حصل على راحه النهارده، راحه سلبيه من التدريبات، ان شاء الله يعود للتدريبات بكره باذن الله، استعداد طبعا لمواجهه مصر المقاصه اللي هتكون ان شاء الله المباراه يوم السبت اللي جاي ده، طبعا في الاسبوع ال 28 من الدوري الممتاز، طبعا مباراه مهمه جدا جدا، وان شاء الله تكون مباراه حاسمه، يعني مش عايزين برضو يبقى الضغوط، الاهلي بيلعب دايما تحت الضغوط، لكن مباراه صعبه، المقاصه ظهر بشكل اكتر من رائع في الاسابيع اللي فاتت مع كابتن ايهاب جلال، عندها لعيبه مميزه جدا، فريق منظم بشكل كبير، لكن كل اللي مطلوب من النادي الاهلي لعيبه النادي الاهلي انه بينزل اول دقيقه لازم الرساله توصل للعيبه جوه لعيبه المقاصه وللجماهير وكل الناس الموجوده ان انا نازل النهارده علشان احسن بطوله الدوري، والله اعمل ديت ودوس واضغط من قدام وطلع بلغه الكوره موت نفسك في الملعب وخلي النتيجه، انت هتعمل كده النتيجه ان شاء الله في صالحك، هنقول لك مبروك، النتيجه لسه يعني التعادل لا قدر الله هزيمه برضه هنقول لك شد حيلك واحنا معاك، هو ده اللي بيفرق، جماهير النادي الاهلي مستنيه دي، مستنيه تشوف اللعيبه من اول ثانيه بتنزل تموت نفسها في الملعب وبتقول لا ان شاء الله النهارده المباراه بتاعتي، والنتيجه زي ما بنقول كده ان شاء الله تكون على ربنا بالايجابيه ان شاء الله. ان شاء الله، كان في ناس كتيره قوي كان رايها انه اللعيبه كانت مركزه انه بعد المباراه هيتم الاحتفال بالدوري وتحقيق اللقب، فايلر امبارح في المؤتمر الصحفي اللي عمله بعد الماتش ما خلص قال كلام مهم جدا ونفى الكلام ده، وقال ان الفريق خلاص قفل ملف مباراه الاتحاد وكل تركيزه النهارده في مواجهه مصر المقاصه اللي جايه، ونفى ان التعادل قدام الاتحاد كان بسبب تركيز اللعيبه في انها تحتفل بالدوري،
وقال ان الاهلي في معسكر اسكندريه من 4 ايام، فما تمش خلال الاربع ايام دول التطرق او الحديث عن انه بيحتفلوا باللقب مبكرا او النهارده قدام الاتحاد. فالنهارده فايلر بينفي او بيقول عكس كل الكلام اللي اتقال من الناس اللي شافت ان اللعيبه يعني خلاص نازله تحسم اللقب امبارح. لا طبعا الموضوع ما كانش كده، لكن زي ما بنقول ان شاء الله باذن الله يعني المباراه اللي جايه تحسم الدوري بشكل كبير ان شاء الله. دلوقتي كمان معانا يعني النهارده الكابتن محمد يوسف نشر على حسابه الرسمي على الفيسبوك اتكلم عن ذكرى مباراه النادي الاهلي والزمالك، دي كانت في 2013 اللي كانت زي النهارده، وكانت المباراه في دور الثمانيه من الدوري ابطال افريقيا وانتهت 4-2 لصالح النادي الاهلي. البطوله ديت او السنه دي اللي توج فيها النادي الاهلي بعد ما فاز في النهائي على اورلاندو بايرز الجنوب افريقي بهدفين دون رد. طبعا معانا الكابتن الكبير الكابتن محمد يوسف نجم النادي الاهلي ونجم يعني والمدير الفني للنادي الاهلي في البطوله اللي اعتقد يا كابتن محمد من اعز البطولات ليك على مستوى التدريب اكيد، والنهارده ذكرى بنقول لك مبروك على بطوله افريقيا 2013. مساء الفل يا كابتن محمد. مساء الفل يا كابتن هاني، بمسي عليك طبعا وبمسي على الايام. ازيك يا كابتن؟ واهلا وسهلا بيك واهلا اهلا، انا سعيد والله ان معاكم النهارده. وفعلا النهارده كان 15 سبتمبر 2013 كانت مباراه، اهم مباراه عندنا كانت في دوري المجموعات عشان نتاهل، كان هي هذه المباراه، لان طبعا كان اورلاندو بايرتس متصدرين المجموعه، وفعلا كانت مباراة صعبة جدا مع طبعا يعني منافس نادي الزمالك كان في الوقت ده برضو كان هو ليه حظوظ انه ممكن يكمل يعني. صحيح. ايه الموقف يا كابتن صحيح. محمد ايه اللي قلب المجريات لصالحك؟ المباراة دي هي اللي دخلتنا يعني صعدنا رسمي بالفوز ب3 نقاط في هذه المباراة. المباراة كانت في ملعب الجونة وكان قدام طبعا زي ما قلت لكم منافس قوي جدا نادي الزمالك. وكنتوا في رمضان؟ لا دي ما كانش في رمضان، دي الأولى هي اللي كانت في رمضان. المباراة الأولى 1-1 هي اللي كانت في رمضان. المباراة دي كانت ما كانتش في رمضان. بس طبعا نادي الزمالك اتقدم علينا بهدف أول 4 دقايق عمر جابر، ثم بعد ذلك اتعادلنا بهدف من تسديدة قوية جدا لوليد سليمان. ثم بعد ذلك أحمد عبد الظاهر أحرز الهدف الثاني. خرجنا الشوط الأول 2-1، وبعد كده الشوط الثاني اضاف بقى ابو تريكه الهدف الثالث واحمد فتحي الهدف الرابع. رسميا صعدنا يعني صعدنا من دوري المجموعات بالفوز بهذه المباراه، وكان رصيدنا 9 نقاط. كان يتبقى مباراه لينا مع اورلاندو بايرتس لو تعادلنا فيها نصعد اول، لو خسرنا نصعد ثاني ورا اورلاندو بايرتس. اورلاندو بايرتس كان ضمن الصعود خلاص يعني، كان كسب ليوبار الكونغولي وصعد رسميا. فالنهارده طبعا ذكرى جميله جدا، ذكرى جميله ليك يا كابتن. وكمان زي ما بنقول هي دي ساعات بيبقى فيه، وانت عارف كمدير فني ان في مباراه بتحسسك ان انت لا دي طريق البطوله، حتى لو كانت في دور الثمانيه قبل النهائي بتحس ان انت خلاص ان انت رايح ان كسبت الماتش ده، فانت خلاص حاسس ان ديت مباراه البطوله. انا شميت بقى فعلا يعني كلامك صح بلغه الكوره، وانت عارف شميت ريحه البطوله بعد المباراه. صحيح. لما كسبنا 4-2 والمباراه دي كمان كنا ممكن نضعف الاهداف، لان نادي الزمالك خرج بره السيستم خالص، وخرج بره النظام خالص بعد الهدف الرابع بتاعنا، كانت 4-1، فكانت دفاعاته مفتوحه، التمركزات بتاعتهم اوت اوف بوزيشن كلهم. فيوميها انا فاكر لعبت دومينيك، رحت حطه عشان سرعاته، ودي التعليمات لابو تريكه كمان ان هو يحط له الكوره ورا فتح الله وورا الديفنس بتاع نادي الزمالك، لكن هو راح بفرضين ما قدرش يستثمرهم، كانت ممكن تتضاعف النتيجه. صحيح صحيح. وزي ما انت قلت بلغه الكوره يعني انت مدرب برضه وعندك تاريخ كبير جدا، الواحد شم ريحه البطوله بعد الفوز بهذه المباراه. بدأ عارف يعني حسيت ان هي دي خلاص الدنيا هتبدا تيجي بقى. صحيح صحيح.
صحيح، ده طبعا من البطولات الغالية عليك وعلى النادي الأهلي حلوة. طبعا بشكل كبير يا كابتن محمد، وانت دايما من أبناء النادي الأهلي المخلصين جدا جدا، وانا عارف ان البطوله دي غاليه عليك جدا يعني، وغاليه كمان على النادي الاهلي طبعا، جمهور النادي الاهلي صحيح. لان اضفنا البطوله الثامنه، وفي نفس الوقت كمان كان الوقت ده هاني كان الدنيا صعبه جدا، ما كانش في ملاعب، ما كانش في دوري، السبونسرز ما كانوش، لان طبعا نتيجه الغاء الدوري صحيح، فكان برضو يعني كان في صعوبات كتيره جدا، وملاعب برضو كانت صعبه جدا. ما هو ده كابتن محمد اللي كمان بيحلي يعني البطوله حلوه، لكن اللي بيحليها اكتر ويخليها عزيزه اكتر الصعوبات اللي مرت على النادي الاهلي وعليك، فبنقول لك مبروك، مبروك يا كابتن محمد، مبروك، وان شاء الله كده كل سنه وتفتكر يا كابتن محمد. بالظبط، كل سنه وانت طيب، ونفتكر وان شاء الله باذن الله بقى تبقى التاسعه اللي جايه ان شاء الله يا كابتن محمد. ان شاء الله. لسه مستمرين مع حضراتكم، يعني نطلع فاصل وبعد الفاصل نكمل اخبار. رجعنا مع حضراتكم مع اخبارنا، وطبعا كلنا عارفين خلال الساعات اللي فاتت اخبار على الساحه الرياضيه، وخاصه في نادي الزمالك الساعات القليله اللي فاتت كان في احداث كتيره جدا، كان في لغط كبير جدا جدا، ومفاجات، مفاجاه من العيار الثقيل جدا جدا على جماهير نادي الزمالك. ايه اللي حصل خلال الساعات اللي فاتت؟ وبدون اي مقدمات بيتصل كارتيرون مدرب المدير الفني لنادي الزمالك، بيتصل بالاداره وبيبلغهم ان انا عايز اجي اتكلم معاكم. بيروح كارتيرون يقعد مع اداره نادي الزمالك وبيقدم لهم استقالته من تدريب نادي الزمالك. طبعا المفاجاه والصدمه كانت كبيره جدا جدا على مجلس اداره نادي الزمالك، اللي حاول بقدر الامكان انه هو بيتكلم مع كارتيرون، طيب انت بتقدم استقالتك دلوقتي ليه؟ مفيش رد. طيب انت في حاجه مضايقاك؟ مفيش رد. لا. طيب انت عندك عروض تانية؟ عندي عروض تانية. هو في الاول قال لا، لظروف خاصة يعني مش هينفع ان انا اكمل. طيب الظروف الخاصة دي حصلت دلوقتي؟ مفيش رد. طيب الكلام، انت عندك عروض تانية؟ قال انا عندي بعض العروض من بعض الاندية وبمبالغ اكبر من اللي انا باخدها من نادي الزمالك. نادي الزمالك عرض عليه انه اوكي خليك موجود معانا، وخلال الفترة اللي جاية هنضاعف مرتبك، ممكن 3 أضعاف اللي بتاخده دلوقتي. كانت الاجابة برضه من كارتيرون لا انا ماشي. طيب خليك لبعد، انت ده ظروف صعبه جدا، احنا عندنا يعني بطوله الدوري اتحسمت بشكل كبير، طبعا عندنا خلاص نصف النهائي مع الرجاء خلاص اقل من شهر، لا انا ماشي. طب نديك فلوس زياده؟ لا انا ماشي. فالموضوع كان بالنسبه لاداره نادي الزمالك علامه استفهام كبيره جدا، ان التوقيت غريب جدا جدا يا سهام. هم قالوا له خد وقتك وفكر، بس هو اصر انه يرحل ودفع كمان، يعني قال لك كمان هيدفع الشرط الجزائي اللي عليه 250,000 دولار تقريبا، وحولهم. مش بس كده، كمان المدرب المساعد كمان قدم استقالته في نفس التوقيت. احنا طبعا بنقول معلومات ما بنقولش اشاعات، ودي يعني ده اللي حصل في اللحظات الأخيرة. مش بس كمان كارتيرون والمساعد بتاعه، أحمد عبد الرؤوف، أحمد عبد الرؤوف كمان قدم الاستقالة بتاعته. وفي أخبار كده يعني بتقول أنه كابتن طارق يحيى هيتولى المسؤولية لحد ما يتم تعيين مدير فني أجنبي جديد. طبعا كابتن طارق يحيى هو طبعا يعني هو رجل المهام يعني الصعبة والظروف الصعبة، هي طبعا أزمة كبيرة نادي الزمالك. والنادي الزمالك إن المشكلة كمان إن المدير الفني يرحل في هذا التوقيت، كانت مفاجأة كبيرة، كانت أزمة كبيرة جدا جدا فعلا نادي الزمالك، إن خلاص باقي بضع أسابيع على بطولة أفريقيا. أنا وجهة نظر الشخصية إن كان في أصل ده مش من دلوقتي، إنك كان محضر 250,000 دولار إنك تحولهم، ده مش من دلوقتي الموضوع. لا الموضوع انا وجهه نظري ده مختلف تماما، الراجل ده مربط من اول، ما عنده فتره طويله جدا عامل حسابه، ما مش معقول دلوقتي انا في الوقت ده هروح اقول لهم انا ماشي وحولت اوريدي 250,000 دولار. فانا في اعتقادي الشخصي ده كان اوريدي مربط مع، وكان في دلوقتي احد الصحف بتقول على فكره ممكن ما يكونش نادي مصري، عشان برضو في طلعت ناس قال لك ممكن يروح بيراميدز، لكن انا في اعتقادي الشخصي هيكون على، وهو كمان على فكره يمكن كارتيرون قال كده يعني قال انا عندي بعض العروض القوية بمبالغ كبيرة أكبر من اللي باخده، ونادي الزمالك والزمالك اديله، طب نديك، لا أنا ماشي.
يعني انا في اعتقادي ده مسلسل جديد من مسلسلات رحيل المدربين الاجانب من نادي الزمالك. يا جماعه المشاكل اللي كانت بتحصل للمدربين لنادي الزمالك خلي بالكم يا جماعه، يعني دايما بتكون زي ما بنقول في كده اللعيب بيخرج من هنا بيروح هنا بشكل او اخر بشكل مش كويس. خروج مدربي نادي الزمالك الاجانب بشكل غير لائق باسم نادي الزمالك اعتقد ده كان ليه مردود ومردود قوي جدا في اللي عمله كارتيرون النهارده. عمليه عدم احترام المدربين ما بين قوسين مع احترام اداره نادي الزمالك، ان على سبيل المثال جروس يروح بعد المباراه يطلع من غرف خلع الملابس من انبي على المطار غير مقبول وغير مسموح في كره القدم وغير مقبول للاجانب. خلي بالكم السمعه دي بتتكلم، المدرب بتتنقل. الاجنبي بيكلم بتتنقل. ده يعني كل اعتقد 90% من المدربين، فيريرا محقق نتائج اكتر من رائعه، بيحصل على الدوري والكاس وبيعمل نتائج رائعه مع السلامه بشكل غير مباشر. طريقه التعامل مع المدربين الاجانب اعتقد كان ليها رد فعل كبير جدا من قرار كارتيرون انه بالمثل انت بتعمل كده مع المدربين انا كمان شكرا مع السلامه، طب نديك فلوس زياده لا مع السلامه. فاعتقادي يا سام وجهه نظري ان اخطاء نادي الزمالك في التعامل مع ملف المدرب الاجنبي وطريقه التعامل معاه من خلال الدخول في عمله، وان بيتعامل عليه يجي المدرب الاجنبي واقف وبيتعامل محاضر اللاعبين من اداره النادي او رئيس مجلس اداره النادي وهو واقف ويبدا يتكلم في فنيات والمدير الاجنبي واقف، طريقه التعامل في اقاله المدرب الاجنبي، يعني ممكن جدا مش عاجبك شغله لا اتفضل. بس كارتيرون في الحاله دي يا كابتن هاني من الواضح جدا انه محدد هدفه من الاول، واضح جدا طبعا وعارف مصلحته فين، ولما النهارده يقطع يعني نص المشوار ويقول لك انا ويحول الفلوس فعلا، لا انت مجهز نفسك من بدري طبعا، انت مجهز حالك طبعاً من بدري طبعا. فدي حاله غريبه لسه الاخبار ما احناش يعني عارفين، لسه في كواليس واكيد في تفاصيل هتظهر خلال الساعات الجايه مش الايام. هو من الوارد انا اعتقد ان احد الانديه الكبيره في الخليج، يعني في ناس بتتكلم على اتحاد جده السعودي او بيتكلم على العين الاماراتي، ده من الانديه، وفي كلام لغايه دلوقتي لسه كمان على بيراميدز، يعني احنا دايما بنشوف يعني بنشوف هو طبعا النوادي المصريه اعتقد هو لو نادي مصر هيكون بيراميدز، لكن انا يعني اللي اتقال ان في عروض من الخليج، عرضين من الخليج، وكمان في عرض مقدم لكالترون في الدوري الفرنسي. خلينا نبعد شويه عن الدوري الفرنسي لان اعتقد حتى المردود المادي بالنسبه لدول الخليج وبيراميدز بيكون اعلى شويه، فهو كمان على مستوى الفرنسا رفض بعض العروض الفرنسيه، لكن خلينا نشوف الايام جايه. لكن انا نقطه دايما بشوف هو ليه عمل كده، هو ليه الخطوه ديت دلوقتي وفي الوقت ده. اعتقادي الشخصي ان هو النادي الزمالك بقاله فترات كتيرة جدا بيتعامل مع ملف المدرب الأجنبي بشيء من عدم الاحترافية حتى في التعامل من خلال أدائه الفني أو من خلال إقالته على مستوى الإقالات. فأنا في اعتقادي الشخصي ده جزء او استمرار لمسلسل، اعتقد مسلسل انت شفت بقى مسلسل النهارده غضب خليها مسلسل كوميدي شويه من مسلسلات المدربين او اقاله المدربين الاجانب خاصه في نادي الزمالك. غضب جمهور النادي الزمالك واضح جدا على مواقع التواصل الاجتماعي، في صدمه ولسه زي ما قلت لك احنا لسه في كواليس وفي اخبار هنعرفها تباعا، واحنا لسه يعني يمكن اداره الزمالك لجأت لكابتن طارق يحيى المدير الفني عشان يكون في عشان يكون مدير فني زي ما احنا قلنا، ويعني الامور هتبان. ويمكن كان في كمان كابتن سامي الشيشيني كمان كان عرض عليه انه يكون موجود في الجهاز الفني، يعني يمكن هو عنده بعض العروض من الانديه المصريه شويه، لكن اعتقد خلاص الكابتن طارق يحيى هو المدير الفني يمكن ما بين قوسين كده المعقد لنادي الزمالك خلال الفتره اللي جايه. نروح لاسطورتنا، اسطوره الاهلاويه، فخر الاهلاويه وعشق الكيان، والنهارده يمكن هنتكلم عن نجم كبير، النجم احمد مكاوي. احمد مكاوي صاحب اول هدف للاهلي في بطوله الدوري الممتاز، البطوله المفضله لينا، نجم طبعا يعني من النجوم اللي تالقوا وساهموا في تحقيق انجازات رائعه جدا للنادي الاهلي. احنا كمان يعني يمكن هو صاحب اول هدف في شباك الغريم التقليدي الزمالك. هنروح نشوف تقرير اسطوره الاهلاويه، وبعد التقرير نستقبل اول فقره، اتفضل. تمر السنون وتتوالى الأجيال ولا ينسى التاريخ الأسطورة الراحل أحمد مكاوي.
صاحب أول هدف للمارد الأحمر في بطولة الدوري الممتاز، وصاحب أول لدغة في شباك الغريم التقليدي الزمالك. ولد أحمد مكاوي في محافظة الشرقية وتحديداً في مدينة الزقازيق، وانتقل مع أسرته للقاهرة واستهوته كرة القدم، ليلتقطه الخبير الأهلاوي السابق وصائد اللاعبين عبد البقال ويضمه للقلعة الحمراء ليصبح أحد أهم لاعبي الكرة المصرية في حقبتي الأربعينيات والخمسينيات، ويحقق الإنجازات اللافتة مع الأهلي والمنتخب الوطني. أحمد مكاوي هو أول لاعب في تاريخ النادي الأهلي يسجل هدفاً في مرمى الزمالك في أول مباراة قمة للكرة المصرية، وذلك في أول بطولة دوري مصري عام 1948، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، ليسجل أحمد مكاوي اسمه بحروف من ذهب في تاريخ لقاءات القمة. كما كان مكاوي صاحب أول هدف للأهلي بشكل عام في بطولته المفضلة الدوري، بعد أن سجل في مرمى فريق يونان السكندري في المباراة التي انتهت لصالح المارد الأحمر بخمسة أهداف نظيفة، وسجل أحمد مكاوي في هذه المباراة هدفين. وعلى مدار مشواره مع النادي الأهلي والذي استمر 6 سنوات فقط، حقق أحمد مكاوي 10 بطولات بواقع 6 بطولات للدوري و4 بطولات في كأس مصر، وهو أول لاعب في تاريخ القلعة الحمراء يتوج بلقب هداف الدوري، وكان ذلك في موسم 1952-1953 حين سجل 13 هدفا. وفي عام 1956 وبعد حادث دراجة بخارية تعرض له رفقة زميله سعد راشد، قرر أحمد مكاوي الاعتزال. وفي العام التالي قرر النادي الأهلي تعيينه مساعدا للمدرب المجري تيتكوش، ثم بعدها توجه إلى العمل الصحفي في دار أخبار اليوم. وتوفي أحمد مكاوي في 5 من شهر أبريل عام 1996، لكنه رحل بجسده فقط، وبقي ذكراه خالدة في قلوب وعقول عشاق القلعة الحمراء. أهلا بحضراتكم مرة تانية. الفقرة التانية من البيت الكبير يوم الثلاث أنا بنتظرها، على المستوى الشخصي بنتظرها بشكل كبير جدا، لأن احنا بنتكلم في حاجات فعلا برا الصندوق شوية. بنتكلم على المحترفين المصريين اللي من ناس كتير جدا جدا ما يعرفوش حتى أسمائهم. اتكلمنا على حسين حجازي الحلقة اللي فاتت وقد ايه كانت حلقة مميزة جدا، ودايما بتكلم طالما بنتكلم على حاجة برا الصندوق يبقى أكيد اللي موجود برا الصندوق عمر البنوبي، الناقد الكبير والمؤرخ الكبير لتاريخ الكرة المصرية. عمر برحب بيك. برحب بيك كابتن هاني، وميرسي على المقدمة الجميلة دي. تستاهل عمر بجد، وكانت حلقة رائعة. إن شاء الله النهاردة كمان هنتكلم بشكل كبير جدا تاني عن محترفينا، الناس يمكن كتير جدا ما يعرفوهاش. لكن خلينا أبدأ معاك الحلقة مع الحدث الأكبر شوية، رحيل مفاجئ لكارتيرون لإدارة الفنية نادي الزمالك، مع علامات استفهام كبيرة جدا جدا على مستوى طبعا نادي الزمالك اللي في موقف صعب جدا، وعلى مستوى كمان كل الجماهير المصرية محبة لكرة القدم بتسأل ايه اللي حصل. يمكن هي كانت مفاجأة طبعا كبيرة جدا، لانه شبه من راجل مستقر مع نادي الزمالك، حقق بطولتين، صحيح بطولات من ماتش واحد، لكن في النهاية كتب له بطولتين يعني مع نادي الزمالك في السي في بتاعه. لكن من معرفتي بكارتيرون وعن قرب كمان، لان انا اتعاملت مع الراجل كتير، يعني هو بعيد جدا كل البعد عن الصدمات، ما بيعملش يعني صدمات، ما بيدخلش في مشاكل مع حد، حتى مع اللعيبه لما في اي فريق دربه عمره ما دخل في مشكله مع لعيبه ولا مع اداره. فمن الواضح ان ورا الحدث ده مفاجاه ضخمه جدا 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 تخص مستقبل كارتيرون او خطوته اللي جايه. اتقال زي ما حضرتك ذكرت ان في عرض في الامارات، اتقال ان في عرض في السعوديه، اتقال ان في عرض في مصر، اتقال ان في عروض بره كمان في المغرب. محدش بياكد، محدش بينفي، لكن الحدث نفسه غريب جدا. يعني من معرفتي بشخصيه كارتيرون دي حاجه. الحاجه الثانيه بس اللي استوقفني في الموضوع ده قوي، انه
يعني انا ما بحبش ادخل في حته الترند والتحفيل والحاجات دي، لكن كنت شايف طول الفتره اللي فاتت يتكلموا عن رينيه فايلر وهو في اجازته وما وعندنا مدرب ما بياخدش راي المدام وحاجات، او المدرب بتاع قطار. يعني بيني وبينك يا كابتن مش حلوه بصراحه، موقف غريب جدا. وفكره ان انا مجهز شرط الجزائي وبدفعه وانا قاعد والحاجات دي سيناريو اغرب من الخيال، ما شفتوش قبل كده حتى في الدوري المصري بصراحه. يعني ما شفتش مدرب راح فجاه كده يا جماعه الشرط الجزائي بتاعه اهو سلام عليكم، مقرر، هو رايح مقرر زي احنا من بدري. دي اللي هقول لك عليها. اكيد القرار ده مش من امبارح ولا امبارح، اعتقد القرار ده متاخد بشكل كبير من فترات طويله. وهو يعني ما بينش حتى للاداره دوت، او خلي بالك ممكن يكون ممكن على سبيل يعني الاحترافيه ممكن يتكلم معاهم، انا عندي مشكله في كذا، طب حلولي كذا. من الواضح ان هو خزن وفجاه راح مطلع الموضوع بشكل مفاجئ جدا. وانا ارجعت دوت يعني توافقني الراي او لا، ان عمليه خلي بالك مع احترامي طبعا لاداره نادي الزمالك، لكن دايما السمعه بتوصل، انك لما يكون في نادي في اي حته في العالم مدربين الاجانب بيجوا بيقالوا بشكل غير مهني وغير محترف، ده بيسمع المدرب بيكلم ده وده بيكلم ده وده بيكلم ده. فاعتقد كارترون هو كان عنده كمان قناعه ان هو حتى لما بيعرض عليه فلوس زياده، طب نديك ضعف المرتب لا انا ماشي، طب نديك ثلاث اضعاف لا انا ماشي. فهو بالنسبه له كمان هو عنده تخوف انه ممكن جدا في اي وقت من الاوقات يخسر مباراه ويمشي. يعني اعتقد ان ده بنسبه كبيره صحيح، وفي نفس الوقت كمان زي ما حضرتك ذكرت سمعه نادي الزمالك مع المدربين الاجانب سيئه جدا. يعني ما افتكرش ان في مدرب اجنبي ساب نادي الزمالك بشكل فيه احتراف او شكل فيه حتى نوع من انواع الاتفاق المشترك بين اداره النادي والمدرب. دايما يا اما بتكون اقاله مفاجاه يا اما هروب للمدرب. يعني انا شفت قبل كده جورفان فيرا ساب النادي ومشي، ده حصل له موقف اغرب من الخيال، انه داخل الاوتيل قالوا له الاوتيل مش مدفوع فمش هنقدر نطلعك من الاوتيل. ف قال لهم فييرا اللي هو كان لا فييرا كمان غير فييرا، فييرا راجل محترم جدا، قال لهم طيب يا جماعه شكرا للاوتيل، الحساب كام؟ الحساب كذا، اتفضلوا ادي فلوسي. وطلع خد شنطته ومشي من مصر. باشيكو هرب وراح في البرتغال فضح الدنيا، ايناسيو والخناقه الفظيعه اللي حصلت وبرده نفس الكلام. فاعتقد انه ما فيش سيناريو كان طبيعي في خروج مدرب من نادي الزمالك اجنبي. يعني ولا مصر صراحه، ولا مصر كمان خلينا نتكلم، لكن الاجانب بالذات، لان دي كمان سمعه بلد بالظبط، سمعه نادي كبير، نادي الزمالك نادي صح. كبير اسمه كبير في على مستوى افريقيا، ويعني السمعه دي بتفرق. انك لما بتمشي مدرب، ما هو المدرب ده هيروح هيقول انا مشيت ازاي في بلده، يعني هتبقى فيه الشكل مش حلو. على الجانب الاخر يعني لما بنتكلم على تعامل النادي الاهلي مع المدربين حتى على المستوى فسخت عقدك لسارتي مثلا على سبيل المثال، كان في بعض الانتقادات، فالنادي الاهلي عمل ايه؟ حفله محترمه بيقدم له فيه هديه بكل احترافيه، بنقول لك شكرا على المده اللي انت قضيتها. الشكل دوت الشكل الاحترافي بيفرق زي ما بقول لك على كمان مستوى المدربين اللي هيجي لك. ما انت خلي بالك بالزبط. اللي جاي لك كمان عنده فيدباك وعنده داتا كتيره جدا. المدرب الاجنبي لما بيجي بيسال والله يا عمر انت اشتغلت في النادي الاهلي اخبارهم ايه معاك؟ يعني انا كمان على سبيل المثال الايجنت بتاع فايلر صديقي سويسري بيكلمني بيقول لي فايلر النادي الاهلي بيكلمه اخبار النادي الاهلي ايه؟ لا فقلت له النادي الاهلي 1 2 3 4 5. يعني دي كمان سمعه للنادي انك بتماتش او مدرب ياخد الخطوه ديت، اعتقد برضو للاسف شكلها وحش قوي 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 في حق نادي الزمالك. بمناسبه النقطه دي يا كابتن هاني، من الكواليس بسرعه كده، كان في فرانكي فيركاوترن وده مدرب بلجيكي كبير جدا ومن نجوم بلجيكا الكبار، وكان بيدرب اندرلخت. جه هنا بعت ابنه لانه بيشتغل معاه في الجهاز المعاون، كان جاي نادي الزمالك، دخل طلع رجع لقيت فيركاوترن بيكلمني قال لي مستحيل ادرب نادي الزمالك. ده كان رايه قراره، يعني هم حبوا يستطلعوا رايه، فقال لهم هبعت ابني هو مساعد له في الجهاز يشوف الاجواء ويرجع. اقل من 24 ساعه رجع بلغ انه لا، وكان موقف غريب. غير كده كمان بالمناسبه يعني رينيه فايلر نفسه لما سال كريستيان جروس وهو مدير فني سابق لنادي الزمالك واخد كونفدراليه نصحه بالنادي الاهلي، مفيش رد. هو بعد ده اللي بقول لك عليه، ان هو المدربين بتسال بعض حتى على يعني، والناس بتستغرب من الكلام لكن ده حقيقي. هو ما بيسالش الاول انا هاخد كام، يعني المدرب ما يقولكش انا يعني الجزء المالي مهم جدا، لكن يقولك استقرار النادي ايه، شعبيته ايه، بطولاته ايه،
الاستقرار الاداري والناس اللي هتعامل معها على مستوى الاداره ايه، النادي ده عنده فيجن لقدام، شغال بفيجن قدام ولا لا. فكل ده حاجات إن الحمد لله النادي الاهلي موجود وبيتعامل معاها من خلال حتى غير المدربين الاجانب، حتى على المدربين على المستوى المصريين او المحليين يعني. وطبعا لاسارتي كمان اكبر دليل يعني، لاسارتي بيتعمل له حفله بشكل مارتن يول كمان قبله نفس الكلام بالظبط، وغيره وغيره لاسارتي ده في حفله، الراجل بيتكرم بشكل كويس جدا، كل الناس حواليه اذا كان يعني ده 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 قيمه النادي الاهلي. وده زي ما بقول لك عمر، ده السمعه اللي يعني بيرسلها النادي الاهلي للمدربين الاجانب يعني. بالظبط، فاعتقد ان كارتيرون يعني الراجل عمل المفاجاه فين بقى يعني، منتظرين نعرف المفاجاه، منتظر مفاجاه بالتاكيد، لان بقول لحضرتك من معرفتي بشخصيته مستحيل يكون في شيء طبيعي في الامر يعني. هو تحس ان في يعني هو الراجل كان هادي جدا وواقف، ما عندوش اي رياكشن انه ممكن يمشي، اصدار كان عامل تموين مغناطيسي للجهاز الفني وحتى على اللعيبه، ما اداش اي انطباع يعني. سبحان الله يعني، ما شاء الله يعني، عامل شغل درامي على أعلى مستوى. طيب خلينا نخرج من القصة ديت. النهاردة محضر لنا إيه؟ يعني الحلقة اللي فاتت كان حسين حجازي، ومن أول الناس اللي احترفت من النادي الأهلي في إنجلترا. النهاردة محضر لنا إيه؟ هو كان أول محترف بالتأكيد. يعني خلينا نقول بقى ماذا حدث بعد حسين حجازي. يمكن حسين حجازي احترف في فترة سنة 11 ما كانش فيه منتخب مصر أصلا. طب ماذا بعد تكوين منتخب مصر لاول مره، اللي احنا برضو ما زلنا بنحتفل بمئويه المنتخب الوطني؟ صحيح، مئويه المنتخب الوطني بدات بفريقنا اللي لعب سنه 1920 اولمبياد انتورب في بلجيكا. الفريق ده كان فيه لعيب اسمه توفيق عبد الله، وهو من اسره تنتمي للنادي الاهلي. بعد كده هو لعب للاهلي وللزمالك زيه زي حسين حجازي، لكن هو من اسره تنتمي للنادي الاهلي وده ثابت تاريخيا. توفيق عبد الله هو ثاني محترف مصري في انجلترا سنه 1920، وده بعد مشاركته مع منتخب مصر في اولمبياد انتورب 20. يمكن توفيق عبد الله له قصه غريبه شويه، انه اول محترف يطلع بفكره الاحتراف فعلا، انه رايح مسافر من مصر على انجلترا، انه رايح يلعب كوره في نادي، لان حسين حجازي كان مسافر يدرس. يدرس بالظبط، وشافوه وبيحب الكوره بالظبط، هو كان بيلعب في الجامعه ودور على اقرب نادي عشان يمارس كوره، فمشيت الحكايه ودخل التاريخ. لكن توفيق عبد الله خرج من مصر محترف يعني، محترف اللي هو بمقاييس الزمن اللي احنا فيه، لكن بالكره القديمه اللي هي قبل التطور الفظيع اللي احنا بنشوفه دلوقتي. فتوفيق عبد الله هو انتقل من بعد الانتورب لديربي كاونتي الانجليزي. كانت قصه فيها مفارقات شويه بقى، انه عندك لعيب من منتخب مصر. الصوره اللي معانا دي يا عمر بالظبط، هنا ده صوره توفيق عبد الله. يمكن كمان في صوره لجريده توبيكال تايمز، توبيكال تايم البريطانيه، دي اول صحيفه رياضيه متخصصه صدرت سنه 19، وهو كان على الغلاف بتاعها كمان في سنه 20، وده اول لعيب مصري يتحط صورته على غلاف مجله رياضيه في التاريخ. احنا بنتكلم دلوقتي لما صلاح بيطلع على السان او تيليجراف وديلي ميل، بيبقى احنا شايفين صلاح ابننا واللعيب المصري يعني على غلاف مجله. فاحنا لا، احنا بادئينها من زمان قوي، عندنا واحد مصري ظهر على غلاف توبيكال تايمز. توبيكال تايمز من سنه 20، من سنه 20 اوائل، من 100 سنه بالظبط، من 100 سنه بالظبط، من 100 سنه. يمكن ده كان بعد ايه بقى يا كابتن هاني؟ اول ماتش لعبه مع ديربي كاونتي، فكان قدام مانشستر سيتي في الوقت ده، فريقه كسب 3-0، هو سجل جول، ومن هنا ابهر الانجليز بشكل كبير بمهارته في الكوره، ويعني انه لعيب جاي من مصر بالشكل ده بيأدي بالاداء ده، وكان بالنسبه لهم كواليتي مختلف انه يكون موجود في بلاد الانجليز اللي اخترعوا الكوره وبيأدي بشكل ده وبيلعب في الدوري كمان، بيحرز هدف. وبالتالي بقى كمان عندك تاني محترف في الدوري الانجليزي سنه 20 بعد 7 سنين من رجوع حسين حجازي لمصر. يمكن توفيق عبد الله كمان في مفارقه في موضوع توفيق عبد الله. كان سنه كام تفتكر؟ كان سنه 23 سنه وقتها. 23 يعني سنه كان صغير يعني، كان صغير، طلع صغير بقى. يعني هو كان صغير وفي نفس الوقت يا كابتن هاني توفيق عبد الله ما وقفش عند ديربي كاونتي. راح فين بقى بعد ديربي كاونتي؟ لعب في الدوري الاسكتلندي، ولعب في الدوري الويلزي، ودي برده كانت تجربه مختلفه شويه. ورجع انجلترا تاني، لعب نادي هارت بول الانجليزي دلوقتي في الدرجه الرابعه اعتقد، برده كان من الانديه الكبيره وقتها. يعني التجربه بتاعته ما وقفتش، هو كمل في كارير الكوره، وهنا الاختلاف شويه عن تجربه حسين حجازي.
اعتقد كمان انه بعد كده توفيق عبد الله خد تجربه. بالمناسبه حابب ارد على كابتن اسامه خليل في اللي قاله، انه قال انا عميد المحترفين المصريين وانا اول محترف احترفت احتراف حقيقي في امريكا في سنه 81. انا عاوز اقول له انه توفيق عبد الله احترف في الدوري الامريكي وكان هداف الدوري الامريكي واخد بطولات في الدوري الامريكي في العشرينات والثلاثينات، في اوائل الثلاثينات اواخر العشرينات بالظبط. يعني هو ويعني انا عامل مفاجاه للكابتن اسامه يعني خليل. انا بس يعني انا كابتن اسامه خليل دي صوره كده. دي صوره دي لل... دي صوره لانضمامه لنادي اعتقد فول ريفر الامريكي بعد ده بالظبط ده في امريكا فدي وثيقه كمان بالمناسبه عشان بس ما حدش يقول احنا بنقول برضه الكلام بدون وثائق. تقريبا في اواخر العشرينات اوائل الثلاثينات بالظبط يعني. كان 27 كانت سنه 27 1927 وبعدين يعني الشكل اللي احنا شايفينه ده لتوفيق عبد الله ده لعيب كمل الكارير بتاعه كمان في امريكا لفتره طويله ثم رجع مصر تاني. ده غير بقى حسين حجازي، ده رجع يعني بعد فتره صغيره شويه، قعد تقريبا 7 سنين حسين حجازي. لا 3 سنين بس سنين عشان الحرب العالميه برضه بالمناسبه. بس ده كمل يعني وعلى فكرة ده كمل كمان يعني لما قامت الحرب العالميه فهو برضه كمل وبعد كده راح امريكا وكندا وصل انه هداف في موسم للدوري الامريكي ب 30 جول خد بطولات هناك. اعتقد انه النموذج ده ما كانش حد بيفكر انه يدور يعرف قصته كانت ايه حقيقي. ما احبش ان حد يزور التاريخ ولا يطلع يضحك على الناس، لانه حتى في فكره ان انا احترفت احتراف حقيقي مع تقديري للكابتن اسامه خليل كلاعب كان لعيب مميز جدا، لكن احترفت احتراف حقيقي امال بقى كابتن هاني رمزي وحسام وابراهيم حسن وكابتن مجدي طلبة واللعيبه الكبار دول لما احترفوا في اوروبا وكابتن مجدي عبد الغني في وقتها برضه. واعتقد ان حضرتك اول لعيب مصري يلعب تشامبيونز ليج، ما ده الاحتراف الحقيقي، ده الاحتراف اللي هو الكوره الحديثه فعلا اللي هي بقى نقدر نقيس عليها. لكن 81 في امريكا زيها زي سنه 20 في امريكا، وما ينفعش اقول انا اول واحد او انا عميد المحترفين او كده. بتكلم على فرق زمني كبير جدا، فرق زمني 60 سنه تقريبا يعني الموضوع مش هينفع ان الناس يبقى بيضحك عليها او ان انا اروج لحاجه وهي مش حقيقيه يعني. واعتقد ان توفيق عبد الله كتجربه تستحق الاشاده كمان، لانه بعد كده بعد ما رجع مصر ولعب للاهلي بالمناسبه رجع تاني على كندا وامريكا وكمل مشواره هناك واختتمه هناك. يعني هو اعتزل محترف، يعني اعتزل وهو في امريكا. هو في امريكا بالظبط يعني اعتقد نادي لا في كندا في مونتريال كارستيل، نادي اسمه مونتريال كارستيل، لعب واعتزل هناك وبعد كده رجع ودرب منتخب مصر في اولمبياد هلسنكي 52. وده يعني ده كارير حتى على مستوى على مستوى تدريبي وعلى مستوى وبعد تدريبي. وعلى فكره واخد رخصه التدريب بتاعته من اسكتلندا كمان، يعني كمان يعتبر اول مدرب مصري ياخد رخصه التدريب ومن اوروبا يعني تمام. دي حاجات تاريخيه تشرف يعني تشرف الكره المصريه. ده حقيقي ده وده تراث ملك للكره المصريه كلها كمان، علشان ما حدش ياخدها في سكه اهلي وزمالك. ما هو حسين حجازي لعب اهلي وزمالك، وعلى فكره حسين حجازي ده اتنقل بين الاهلي والزمالك 4 مرات، يعني يطلع من الاهلي على الزمالك ويرجع من الزمالك على الاهلي 4 مرات ولعب للسكه الحديد. توفيق عبد الله لعب للناديين برضه. لا ما زي ما انت بتقول ده تراث الكره المصري يعني انت بالزبط. بتتكلم على 2 طلعوا في العشرينيات، واحد طلع فعلا عنده 23 سنه لعب في انجلترا واسكتلند وويلز وبعدين راح امريكا وبعدين رجع تاني كمدرب وبعدين يعني ده تاريخ برضه الناس كتير قوي ما تعرفوش. وده زي ما بقول لك خلينا ناخدها كمان انك تقدر انك قادر في يعني انك قادر تطلع وعندك ناس كويسه جدا وعندك مواهب كويسه جدا وعندك بس الناس دي كانت يمكن شغلها اكتر من كلامها. دلوقتي الناس للاسف بتتكلم كتير أكتر وبتكتب على الموبايل كتير والانستجرام والفيسبوك مبهدله الدنيا يعني. طيب نتكلم شويه على اسطوره من النادي الاهلي طبعا كان حارس يعني في كاس العالم 34 يعني مصطفى كامل منصور بالظبط يعني يمكن بالمناسبه هو عم كمان عضو مجلس اداره النادي الاهلي السابق الاستاذ ياسين منصور والله يبقى عمه. يمكن مصطفى كامل منصور بقى قصه ثانيه خالص. تقدر تقول انه تجربه بيقدمها النادي الاهلي برضو بعد كاس العالم 34. يمكن مصطفى كامل منصور لعب المباراه الوحيده لمصر في كاس العالم 34 كانت مباراه المجر ومصر اتغلبت 4-2. عمل انترفيو بعد كده قبل كاس العالم 2002 وقال فيه انه كنا نستحق الفوز في المباراه دي وانه فعلا وانه الحكم ظلم المنتخب المصري بشكل كبير وكان الجمهور في نابولي وقتها المجر كمان من افضل الفرق على مستوى العالم بالظبط في الفتره دي كمان الفتره اللي هي بدايه الكوره وبدايه كاس العالم صحيح. كان المجر عندهم اجيال قويه جدا.
لكن برضو الكرة المصرية كان عندها لعيبة تقال في الوقت ده، وقدروا ان هم يتأهلوا مع تحت قيادة مدرب الاسكتلندي جيمس ماكريا، ولعبوا كأس العالم 34. بعد كأس العالم 34 جيمس ماكريا أقنع مصطفى كامل منصور انه يسافر اسكتلندا وانه يدرس فيزيكال اديوكيشن هناك ويبقى يعني مؤهل كواليفايد اكتر انه يكمل في كارير الرياضه. وقتها جاله عرض انه يلعب في نادي كوينز بارك، وده من اعرق الانديه في اسكتلندا اكيد. ووقتها راح مصطفى كامل منصور فعلا كوينز بارك. في نفس الوقت على فكره كان برضو بعد كاس العالم 34 راح كابتن لطيف كابتن نادي الزمالك لعب في جلاسكو رينجرز، لكن ما كانتش المشاركه بشكل كبير. هو كان برضو كان تركيزه اكتر على انه برضو ياخد شهاده في التربيه الرياضيه هناك، يعني كانت دراسه يعني كان هدف عشان أساس. دراسه وبيلعب بالظبط يعني. فلكن مصطفى كامل منصور عمل تاريخ مع نادي كوينز بارك فعلا، لدرجه انه نادي كوينز بارك ما زال بيفتخر بقصة مصطفى كامل منصور لحد النهاردة على الموقع الرسمي بتاعه. وحتى في وقتها يعني هم كاتبين عنه، ده طبعا دي يعني من الجرايد الاسكتلندية وقتها، بيتكلموا عن سيمي فاينل كاس اسكتلندا في الوقت ده ضد جلاسكو رينجرز وأعرق الأندية هناك بالظبط. وعايز أقول لحضرتك المباراة دي ليه لها يعني كواليسها إيه؟ كواليسها قوية جدا. انت بتتكلم عن ليه هم بيذكروا المباراه دي بالتحديد وحاطينها على الويب سايت. دي كانت سنه كام دي يا عمر؟ الكلام ده كان سنه 37 تمام، كان لا 38 بالظبط. في 38 ده كان سيمي فاينل الكاس. اللي حصل انه كوينز بارك اتقدم بهدف، وبعد كده مصطفى كامل منصور تعرض للضرب مقصود لاصابته واصابوه في المباراه دي، تعرض لاصابه قبل نهايه الشوط الاول ودخل في كوينز بارك هدف. رفض مصطفى كامل منصور انه يخرج لان هو كان الحارس الاساسي لكوينز بارك، لان كان عندهم حارس اسمه ديزموند وايت. ديزموند وايت ده بعد كده بقى رئيس نادي سيلتك، ده كان بطل وجي مصطفى كامل منصور وبقى الحارس الاساسي. فاصيب في المباراه دي، وبعد ما اصيب رفض انه يخرج وقال لهم انا هكمل. الدراما مش هنا بس، الدراما في انه بعد كده كوينز بارك اتقدم، رجع جلاسكو رينجرز اتعادل، بعد كده جت ضربه جزاء لجلاسكو رينجرز وده في اخر المباراه وخلاص يعني الموقف بقى صعب. تصدى لها مصطفى كامل منصور رغم اصابته المباراه امتدت لوقت اضافي، قدر فيها كوينز بارك انه يسجل هدف ثالث ويتاهل. وساعتها الصحافه كتبت عنه الحارس مصطفى كامل منصور اللي اخذ مباراه تاريخيه الكاس من جلاسكو رينجرز. دي كواليس المباراه، لكن الاهم واللي مخلي برضو الجمهور بتاع كوينز بارك يفتكر مصطفى كامل منصور لحد النهارده، انه عرض عليه عقد احتراف في نادي سيلتك مقابل 5000 استرليني في الوقت ده وبشكل احترافي كامل ورفض، وقال انا مش بلعب هنا عشان الفلوس. ودي قيمه يعني برضو في النهايه، في لعيب بيبقى عاوز يبقى اسطوره وبيعاوز وحابب المكان اللي هو فيه، رغم بص النجاح الكبير اللي عمله. انا يعني في اعتباري، وانا عارف الناس دي بتقدر الكلام جدا جدا بره، بتبقى مباراه تاريخيه بتتحط في الارشيف بتاعهم ويبقى اسمه موجود دايما جوه النادي، انه بيترد عليه عرض احتراف. في الطبيعي في الطب ويكون في هذا النجاح انه طبيعي جدا يكمل، طبيعي جدا انه انت عرض عليه 5000 استرلينج في سنه 37 مبلغ كبير يعني. فرفض يعني وجهه نظر رفض ليه يعني؟ انا اعتقد ان هو الاساسي رقم واحد ان هو بدا في كوينز بارك وهو حب انه يكمل معاهم، لانه عارف انه مش هيطول في اوروبا برضه، انه في النهايه عايز يرجع مصر، عايز يرجع مصر. فهو حب انه يسيب ذكرى هناك. بالاضافه الى حاجه مهمه جدا يا كابتن هاني، التعصب عند الجماهير الاسكتلنديه موجود من قديم الازل ما بين جلاسكو وسيلتك وكوينز بارك، الموضوع صعب جدا ومن زمان. لدرجه انه بالمناسبه قصه طريفه نحكيها بسرعه، لطيف كابتن لطيف طبعا لما احترف، فهو راح بعد كاس العالم 34 منتخب مصر كان لابس اخضر تيشيرت الاخضر، فهو راح جلاسكو رينجرز فبيوريهم ان انا لعيب لعبت كاس عالم وبيطلع لهم التيشيرت الاخضر، قالوا له التيشيرت ده ما يطلعش وما نشوفوش تاني هنا، جلاسكو رينجرز الازرق بس، الاخضر ده سيلتك. فبالنسبه لهم كان مشكله، فهم هناك كان في تعصب. فاعتقد ان مصطفى كامل منصور حب انه يعني يقدر جماهير كوينز بارك، لان برضه كانت الحضور الجماهيري بيبقى كبير في الوقت ده مش قليل. وحته الموقف زي مباراه زي دي تدخله تاريخ النادي ده لحد النهارده موجود على الويب سايت الرسمي. بالمناسبه كوينز بارك لما كاتبين القصه دي على الويب سايت بتاعهم بيقولوا انه مصطفى كامل منصور ينتمي للنادي الاهلي نادي القرن
في افريقيا يعني برضو الموضوع ده توثيق الموضوع ده عالمي يا جماعه توثيق عالمي تاني. الموضوع ده عالمي وده ما فيهوش هزار كل الدنيا عارفه الاهلي نادي القرن واتكلموا عن مسيرته بعد ما رجع مصر كمان وانه بقى سكرتير عام للاتحاد الافريقي وانه تواجد في النادي الاهلي يعني هو مصطفى كامل منصور نقدر نقول عنه انه اسطوره حقيقيه من اساطير الكره المصريه لعب 49 مباراه مع كوينزبرغ ده رقم كبير رقم برضه. كبير في الوقت ده لان ما كانش فيه مسابقات طبعا انت رقم كبير الدوري كان قليل عدد الفرق بالزبط. قليل ما كانش فيه مسابقات ولا تشامبيونز ليج ولا بطولات اوروبا ولا كل حاجه يعني رقم كبير جدا رقم كبير وفكره انه كمان يكون بيشارك وبيأدي وبيحط اسمه في تاريخ نادي زي ده اعتقد دي برضو قصه يمكن منسيه شويه من تاريخ الاحتراف وده اول حارس مرمى يحترف خارج مصر في اوروبا يمكن في التاريخ انه 1906 كان في حارس مرمى مصري في سويسرا في نادي مونتريال لوزان اسمه بكير لكن للاسف مفيش وثائق عنه يمكن التوثيق في سويسرا لكره القدم قليل يعني هم عندهم الكلام ده مش عندنا يعني انت بتجيب الكلام ده كله بتجيب الكلام ده من بره يا عمر كله بيجي من بره للاسف يا كابتن هاني يعني للأسف. انا كان نفسي ان يبقى عندنا مكتبه رياضيه وتوثيق لتاريخ الكره المصريه نقدر نرجع له هنا في مصر واتمنى ان يكون اتحاد الكره الفتره الجايه يحاول انه يكون في متحف الكره المصريه يعني التيشيرت حضرتك اللي لعبت بيه في كاس العالم لازم يكون موجود في المتحف ده زي ما بيحصل مع اي لعيب وصل لكارير دولي كبير ومحترف والكلام ده كله في متحف في الكويت في تيشيرتات جيل بتاعك يا كابتن هاني بتاع 90 طبعا لكاس العالم في الكويت وده موجود هناك واعتقد ان احنا كمان اولى ان احنا ندور على تراثنا وان احنا يبقى عندنا متحف نقدر نوثق فيه تاريخ الكره المصريه لان التاريخ بتاعنا كبير ومليان نلاقي الكؤوس الاول والميداليات يا عمر ان شاء الله باذن الله فاصل ونرجع نكمل حوارنا مع عمر الدمير اهلا بحضراتكم مره تانية عمر كنا بنتكلم على التوثيق والميداليات وبنتكلم على تاريخ كبير جدا خلينا نخش بقى على الحاضر بالظبط انطلاقه البريمير ليج اعتقد كان انطلاقه قويه جدا وخاصه من جانب محمد صلاح وليفربول شفت الاسبوع الاول من البريمير ليج ازاي يعني زي ما حضرتك قلت انطلاقه محمد صلاح كانت قويه جدا وده شيء يسعدنا كلنا طبعا ثلاث أهداف في أول مباراة مباراة كانت برضو صعبة قوي وعكس ما كان في بعض الناس متخيلة أن ليدز صاعد بعد 16 سنة غياب أنه هيكون مستواه أقل أو أنه هيخسر بنتيجة وبفرق كبير من ليفربول الحامل اللقب لكن قدموا مباراة قوية صلاح قدر أنه يسجل ثلاث أهداف بيفتح الموسم بتاعه بقى وبصراع الهداف هو بيبتدي فيه بدأوا من بدري لأن برضو فاردي بدأوا من بدري وسجل ضربتين جزاء وبيحاول أنه هو برضو يحافظ على اللقب يعني صحيح. لكن أنا أتمنى طبعا أنه في النهاية كمان نهاية الموسم نلاقي صلاح هداف الدوري الإنجليزي مش صعب أنه يعملها إن شاء الله لا طبعا صلاح وكمان خلينا أتكلم قبل ما أتكلم على صلاح طبعا أحرز يعني ثلاث أهداف وده يعني بدايه سيزون انك تعمل هاتريك في بدايه السيزون ده شيء مهم جدا وفي الصوره شايفين يوغن كلوب معاه قد ايه فخور بيه صلاح كمان يمكن افتكر طبعا مؤمن يعني بالدعايه الاعلاميه الكبيره اللي قدمها والمسانده كمان الانسانيه اللي بيقدمها صلاح من خلال حتى مبارياته في البريمير ليج على خارج الملعب زي ما بقول دور مهم جدا صلاح بيقوم بيه مش بس جوه 18 او جوه الملعب لا كمان في دور اجتماعي بيقوم بيه صلاح من خلال حتى مساندته لمؤمن يعني طبعا عقليه محمد صلاح متطوره جدا يمكن تسبقنا هنا في مصر بخطوه كعقليه كره قدم لكن انه قدر انه يجتذب تعاطف كبير لمؤمن زكريا على مستوى العالم من حركه بسيطه عملها احتفالا بالهاتريك كل الصحف اتكلمت عن مؤمن زكريا عرفت حاله مؤمن زكريا دعمته ليفربول دعمه على السوشيال ميديا اعتقد انه ده ذكاء من محمد صلاح صحيح. وزي ما حضرتك قلت هو الدور طبعا الصوره اللي دي الصوره اللي يعني كانت في جميع وسائل مش الصحف الانجليزيه بس على جميع وسائل العالم. على مستوى العالم يعني حتى الارجنتين كتبوا حتى على مستوى الارجنتين يعني وصلت الارجنتين ان هم بيتكلموا عن مؤمن زكريا عن حالته عن تعاطف محمد صلاح معاه كزميل له في المنتخب الوطني وكده فيعني شيء يشكر عليه محمد صلاح ومش جديد مش غريب عليه صحيح هنتكلم كمان على انطلاقة جديدة للنني لو كنا اتكلمنا على انطلاقة يعني طبيعية شايفة ان طبيعية لصلاح لحد كبير لكن النني كمان ورجوعه للأرسنال
والفوز 3-0 في اول مباراه، اعتقد دي كمان دفعه قويه جدا للنني انه كمان يثبت خلال الفتره اللي جايه ان هو يكون جدير كمان بقى ان هو يلعب ويمتد مشواره في البريمير ليج لسنوات طويله. اعتقد ان النني يعني الظروف خدمته بشكل قوي جدا في عودتهم من فتره الاعاره لبشكتاش التركي، لانه الدوري التركي مش مناسب لمحمد النني. انت بدات في انجلترا في نادي كبير بتاخد بطولات، لابد انك تكمل. اه كان في مشكله مع المدرب قبل كده، دلوقتي المدرب اتغير، ارتيتا موجود. قال تصريح كويس جدا عن النني، قال هو ممكن يعني كان متخيل ان احنا مش واثقين قوي في قدراته، لكن ده مش حقيقي، هو ظهر بشكل كويس وهندعمه الفتره اللي جايه. مشاركته في مباراه الدرع الخيريه ثم مشاركته في الانطلاق امام فولم والفوز 3-0، الهدف الاول لكازيت ده جه بدايه الهجمه كانت عند محمد النني. كل ده دفعه معنويه للنني ان هو يكمل وان هو يتمسك بفرصته مع ارسنال، لانه مش هيفضل حاطط نفسه طول الوقت في خانه انه في اعاره. طب النني اول واحد مرشح للاعاره، مش هيدخل يكرر نموذج الجندوزي اللي مستنيني يودوه اي حته. لا هو كمان يعني خلي بالك برضو كويس. عمر النني كمان خلي بالك بيخش في مراحل بقى سنيه كمان، لا انت لازم تثبت وجودك بشكل كبير، انك تلعب اساسي بشكل كبير، وان الثقه كمان اللي المدرب اداها له دي لازم تنعكس عليه بالايجاب في الملعب. يعني انت كان عندك شويه مشاكل مع المدرب، قضيت سنه في الدوري التركي لا باس، ما كانش فيها مشكله، لكن كمان انك بترجع على مباراه السوبر اللي بنسميها مباراه الكاس الخيريه السوبر، بتعمل مباراه كويسه وبتحقق نتائج وبتبدا مشوارك ببطوله، ده بيديله ثقه. واعتقد الفتره الجايه هنشوف نني بشكل افضل، ده ليه طبعا وكمان على مستوى منتخب مصر مكسب يعني. ده بالتاكيد طبعا. طيب حجازي الماتش الاول اعتقد انه مستوى حجازي اعلى من زمايله اللي لعبوا المباراه. يعني انا شايف انه حجازي اتظلم شويه مع سلافين بيليتش في الموسم اللي فات، لانه كان بادئ باصابه، كان بين الموسمين عمل عمليه في رجله في ركبته اعتقد، وكان بعدها سلافين بيليتش استنى لحد ما رجع وما لعبوش، وبدا يتمرن كويس لحد ما جت فرصه ان بدا يحصل اصابات في خط ظهر ويست برومتش، لان موسم في الشامبيونشيب طويل جدا، فطبيعي في لعيبه بتبتدي ما بتتحملش الضغط انها تشارك بشكل مستمر مباراه كل 48 ساعه. وبالتالي خد فرصته وظهر وادى اداء كويس جدا، رغم ان قبلها بفتره كنت بتكلم مع جاري تومسون وده من اساطير ويست برومتش، قال لي حجازي لو مش هيلعب لابد انه ياخد خطوه تانية، ده هو لسه السنه اللي فاتت في الشامبيونشيب، ياخد خطوه تانية بره النادي علشان يرجع تاني. كنت سامع حاجه كده ان هو تقريبا يعني مدافع كاميروني بالظبط، واتعرض على حجازي كذا حاجه، لكن حجازي لما كلمته قال لي لا، قال لي انا مركز وشايف ان احنا هنصعد وانا هكمل علشان نرجع بريمير ليج، وتحقق له مكان. لكن المباراه الاولى انا فوجئت بمستوى خط دفاع ويست بروميتش قدام ليستر 3-0، ويعني الاخطاء كتير جدا. واعتقد ان حجازي مستواه اعلى وانه يستحق انه يشارك، واعتقد انه برضه سلافين بيليتش مش هيطول على الوضع ده كتير، لا هو اكيد هيحاول ان هو يغير في التشكيل ويدي فرص علشان ينقذ نفسه، لانه غالبا سلافين بيليتش من المدربين اللي ممكن يبقى معرض للاقاله بدري. شفت مباراه يعني كل الناس كانت بتتكلم على الانتدابات تشيلسي الموسم دوت، بيعمل انتدابات اعتقد وصلت لمبلغ 225 او 220 مليون باوند، رقم كبير جدا من اكتر الانديه اللي انفقت موسم الانتقالات. شايف ازاي طبعا بدايته مع برايتون و 3-1 لامبرد طبعا بيقدم في رايي الشخصي الموسم اللي فات قدمه بشكل مقبول جدا، انت عارف السنه اللي فاتت اللي انت ما كانش ما عندهمش كان في يعني حرمان كان محروم من الصفقات اجراء الصفقات لكن اكيد ما خدش بطوله، وده يعني شيء بالنسبه لتشيلسي مش طبيعي، لكن وصل للتشامبيونز ليج السنه الجايه المركز الثالث. شايف ازاي مستقبل تشيلسي مع لامبرد الفتره اللي جايه؟ هي في النقطه اللي حضرتك قلتها انه التارجت بتاع تشيلسي السنه دي ايه، لانه ابراموفيتش اعتقد انه بعد الفلوس اللي بيصرفها هو منتظر تحقيق بطوله. صحيح. فاعتقد انه الموضوع هيبقى صعب شويه على لامبرد، انه هيبقى تحت ضغط طول الموسم. في حين انه لامبرد سنا صغير برضه في النهايه. تجربه ديربي كاونتي بالنسبه له كانت كويسه بدون ضغوط بالنسبه للامبرد، لكن مع تشيلسي الوضع مختلف، وخصوصا الموسم ده بعد الصفقات، خصوصا الصفقات اللي جابها من المانيا. الناس مستنية ان هم هيأدوا اداء قوي جدا. اعتقد ان الموضوع مش هيبقى سهل على لامبرد قوي. خبرته برضو بالنسبة لتدريب بريمير ليج تشيلسي بتنافس عاوز بطولة،
اعتقد ان الموضوع لسه شويه هيبقى صعب، الا لو هو بقى هيقدم نموذج مختلف، حاجه كده تعمل معجزه. طيب تعالى نطير لاسبانيا طب عبر سكايب. طبعا معانا اخوان كاب ديفيا، ده طبعا اسطوره من اساطير الكره الاسبانيه وحامل كاس العالم 2010 واوروبا 2008، اسطوره من اتلتيكو مدريد. معانا دلوقتي على سكايب، بنرحب بيك في البيت الكبير في قناه النادي الاهلي. مستر اخوان. هلا هلو How are you? كلنا بخير الحمد لله. اهلا بيك معانا. اتكلمنا عن طبعا لما بنجيب سيره اسبانيا دايما بنتكلم على برشلونه، اجواء المحيطه بفريق برشلونه ورونالد كومان والمهمه الصعبه خلال الموسم الحالي لفريق برشلونه تحت قياده كومان، حضرتك شايفها ازاي؟ Bueno, ahora es una incógnita. La verdad que es una incógnita porque bueno, siempre que hay cambios. أعتقد أن مسألة التغييرات خاصة عندما تكون تغييرات مفاجئة لا نستطيع أن نتوقع. أنا الآن أتحدث من الجانب الآخر، من جانب نادي إسبانيول، وهو النادي أنتم تعرفون أنه النادي الخصم اللدود لبرشلونة، لذلك أنا أطلع على أخبار برشلونة كما أطلع عليها الآخرون، لكن ما حدث في برشلونة يعتبر صدمة وثورة في العالم الكروي في إسبانيا وفي أوروبا وليس في إسبانيا فقط. طبعا اكيد طبعا اسبانيول وبرشلونه من الانديه يعني ديربي هناك كبير جدا. طب ناخد رايك طبعا على مستوى المنتخب، يمكن حاصل على كاس العالم واوروبا 2008، شايف منتخب اسبانيا ازاي في بطوله اوروبا؟ التعادل مع المانيا 1-1، وطبعا كان الفوز على اوكرانيا 4-0. شايف برضو مشوار المنتخب الاسباني والكره الاسبانيه من خلال منتخب اسبانيا ازاي؟ بيان. نحن متفائلون، من الواضح أن بعد الفوز بكأس العالم وكأس الأمم الأوروبية إلى آخره، أعتقد أن المنتخب الإسباني مثل كل المنتخبات الكبيرة ما يطلب منهم وما يتوقع منهم كبير. نحن نعرف الآن أن لويس إنريكي واحد أهم المدربين الموجودين في إسبانيا وسيحدث فارقا مع المنتخب الإسباني، لكن كرة القدم الآن على مستوى المنتخبات تتعافى في ظل الأزمات المتعاقبة التي تمر بها الكرة في كل العالم بسبب ما يحدث، لكني أعتقد أن إسبانيا وضعت قدميها على المستوى العالمي مرة أخرى وستظهر قريبا. صحيح الكرة الأسبانية بشكل كبير بتظهر مرة أخرى، واضح من كلامه أنه في ثقة كبيرة جدا على المستوى الفنيين زي وعلى مستوى الصحافة لإنريكا مدرب المنتخب الأسباني، وأنه شايفين أن المرحلة الجاية هي المرحلة المناسبة وهي هيرجع تاني أو رجوع المانيا اسبانيا تاني على المستوى التصنيف الاول العالمي. بالفعل هذا ما نحاول عمله، لكن المسار ليس بالسهل. لويس إنريكي ما يقوم بفعل الان هو تجميع اكبر قدر من اللاعبين المهمين واللاعبين الذين يمكن لهم ان يحدثوا فارقا. اسبانيا مليئه بالمواهب، ولويس إنريكي اعتقد انه يقوم باداره هذا الامر على احسن ما يكون، فهو موهوب بصرف النظر عن الظروف السيئه التي تواجهها صناعه كره القدم في كل انحاء العالم، لكن مساله الكوفيد 19، لكن جميعنا هنا في اسبانيا نضع ثقتنا في لويس إنريكي ونحن نعرف انه على قدر هذه المسؤوليه. معانا طبعا صديق شخصي لي طبعا عمر البنوبي بيقول له مساء الخير وعايز برضه يوجه له سؤال.
اولا يعني انا سعيد بوجود مستر خوان كابديفيا هنا على قناه النادي الاهلي وفي مصر ونتكلم لجمهور الكره المصريه. انا حابب اسال سؤال لانه يمكن دربك مدربين كتير جدا في مشوارك مع كره القدم، كنت افضل ظهير ايسر في العالم لوقت كبير من الاوقات مع منتخب اسبانيا، دربك مارسيلو بيلسا في الانديه اللي انت لعبت فيها، لعبت في فياريال، اتلتيكو مدريد، ديبورتيفو لاكرونيا، مع اجيال قويه جدا. مارسيلو بيلسا تحديدا كحاله تدريبيه، وشفت ازاي انطلاقته في البريمير ليج بعد ما صعد بليدز يونايتد، واول مباراه انه كان ممكن يتعادل مع ليفربول حامل اللقب. مارسيلو بيلسا كمدرسه تدريبيه انت ايه رايك فيه، وشايف هل ممكن يحقق حاجه مع ليدز يونايتد في الدوري الانجليزي مركز كويس السنه دي؟ أعتقد أنه أننا لا يمكن أن نتحدث عن أننا نعيد اكتشاف مارسيلو، لأن مارسيلو بالفعل منذ زمن طويل بدأ بالمناسبة هو أحد كبار المدربين الذين أحدثوا أساليب جديدة في كرة القدم وفي وسائل التدريب. أعتقد أنه مدرسة، وأنا أتمنى له كل التوفيق في مهمته، أن يعود مرة أخرى بليدز من الدرجة الثانية للدرجة الأولى. وأعتقد أنه سيقدم ليدز في ثوب جديد وفي أداء جديد، وأنا أتوقع أنه سيكون له موقعا متقدما في جدول الدوري الإنجليزي. وده طبعا شفناه من خلال أول مباراة أمام ليفربول، قدم أداء رائع وفي اعتقادي الشخصي كان يستحق على الأقل نقطة. لكن الدوري الإنجليزي مليان مفاجآت، لكن نروح للدوري الأسباني. توقعاتك إيه للدوري الأسباني السنة دي؟ طبعا من بدري نقول مين البطل، لكن في هناك مؤشرات بتقول إن ممكن جدا برشلونة والمشكلة مع ميسي ممكن تأثر على أداء كومان من خلال الموسم دوت. حضرتك شايف الدوري الأسباني إزاي السنة دي، وتأثير مشكلة ميسي على أجواء كاتالونيا بشكل كبير؟ القدر ما قدر الأثر الذي ستتركه هذه المشكلة، مشكلة ميسي، لا نستطيع أن نتوقع، لكني أعتقد أن المسألة لها تأثير كبير. برشلونة الفريق الأهم أو أحد الفريقين الأهم في الدوري الإسباني، برغم أنه خرج خاسرا هذا العام من وخال الوفاض من جميع المسابقات، لكن نحن نريد أيضا أن نحدث تغييرا في الدوري الإسباني. لقد سئمنا وجود فريقين فقط أو ثلاثة فرق أو أربعة فرق على أكثر التقدير. نحن نريد أيضا أن تتنوع الوجوه الموجودة، الأبطال الموجودة على منصات التتويج، وألا يقتصر الأمر على البارسا فقط أو مدريد. لكن أعتقد إذا ما رجعنا إلى سؤالك مرة أخرى، إذا ما بدأ البارسا بثقة واستطاع الفوز في أول مباراة أو أول مبارتين، سيستطيع اجتياز كل ما حدث من مخاض صعب في الفترة السابقة. في سؤال كمان، يعني أنت لعبت كابديفيا، لعبت مع جيل قوي جداً في ديبورتيفو لاكرونيا، الجيل ده كان عمل مفاجأة، هي مفاجأة القرن في أسبانيا وقتها، وقدر يفوز بالليجا سنة 2000. لكن هل تتوقع أن المفاجأة دي ممكن تتكرر تاني بعيد عن أتلتيكو وريال مدريد وبرشلونة؟ هل ده وارد أن ممكن نشوفه السنة دي، ولا فوارق المالية والفوارق الاقتصادية بين الأندية الكبيرة والصغيرة في أسبانيا ممكن يكون له تأثير؟ بالفعل في عام 2000 ديبورتيفو لاكورونا كان أحد أهم الأندية، واستطاع الفوز بالفعل، ثم بعد ذلك في فياريال. لكن أعتقد أن هذه التجارب تعتبر متفردة في الدوري الإسباني، ومن الصعوبة بمكان أن يصعد
فريق آخر من الفرق المغمورة لانتزاع الدوري من الثلاثة أو الأربعة فرق، وهذه مأساة بالمناسبة وكارثة على الكرة الإسبانية. نحن نريد أن يكون هناك مسابقة للدوري أكثر تشاركية، وأن يطمح ويطمع الجميع في انتزاع اللقب. طبعا أكيد على المستوى المهني بتابع محمد صلاح وتفوقه في البريمير ليج، وكان في بعض الأخبار خلال الأسبوع اللي فات أحد أصدقاء رونالد كومان كان قال إن رونالد كومان يريد صلاح في برشلونة. هل في أخبار حقيقية عن انتقال محمد صلاح الفترة اللي جاية لأسبانيا في الدوري الأسباني من خلال برشلونة؟ أنا أتمنى أن يأتي إلينا أفضل اللاعبين في العالم، وصلاح أحدهم، لا, 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 لا شك في ذلك. وللأسف الشديد عندما تركتنا النجوم المميزة مثل كريستيانو ونيمار إلى آخره، خسر الدوري الإسباني. لذلك نحن علينا أن نجتذب أهم اللاعبين الموجودين، محمد صلاح أحدهم وبلا شك في ذلك. تفضل عمر، اخر سؤال ليك يا عمر. تمام خلاص، انا ما عنديش اسئله. طيب. كابتن احنا طبعا بنشكره شكرا جزيلا ونتمنى له كل التوفيق، نتمنى طبعا للكره الاسبانيه التقدم وكمان على المستوى المنتخب الاسباني كل التوفيق. كان معانا طبعا عبر سكايب دي خان دي فيا، طبعا اسطوره اتلتيكو مدريد وعلى مستوى منتخب اسبانيا، حاصل على كاس العالم 2010 وبطوله اوروبا 2008. شكرا جزيلا لحضرتك. أشكركم جميعا، أشكر القائمين على البرنامج، على شكرا جزيلا، وكان من دواعي شرفي أن أكون معكم في هذا البرنامج في هذه السهرة. شكرا. شكرا لي. شكرا لي. جراسي. شخصية محترمة جدا، وزي ما أنت بتقول يعني هو كمان شايف إن رحيل بعض النجوم، يعني كان رحيل ميسي كان أكيد هيأثر على مستوى الدوري الأسباني على الماركتينج وكل حاجة، وكمان وبيتكلم على رحيل رونالدو أثر بشكل كبير حتى على القيمة التسويقية للدوري الأسباني. بالضبط، يعني هو طرح قضيتين مهمين قوي، إنه الأندية الصغيرة لو مش تقدر تنافس ده كارثة على الكرة الأسبانية، لابد إن الدوري يكون في منافسة، ما يبقاش الدوري زي اسكتلندا فرقتين فقط. النقطة الثانية حتة القيمة التسويقية أو قيمة لاليجا في عدم وجود النجوم، هو يعني طرح فكرة إنه كريستيانو خرج، نيمار خرج، ميسي خلاص بشكل نهائي، اعتقد صحيح. انه ده هيكون اخر موسم مفيش كلام، وبالتالي الموضوع هيبقى صعب قوي بالنسبه لحتى عوائد البث في الدوري الاسباني هتقل، بعد ما كانت وصلت انها بتنافس الدوري الانجليزي وبقت في المركز الثاني، اعتقد انها هتقل لصالح الدوري الايطالي. الدوري الايطالي اعتقد انه هيكون البث بتاعه هيتعظم الفتره اللي جايه. وبرده معلومه عمر، بتتكلم على القيمه التسويقيه للانديه، كان ريال مدريد وبرشلونه من التوب يعني بالزبط. من اوائل الانديه. دلوقتي على مستوى الانديه ريال مدريد على مستوى التسويق في المركز الخامس بقيمه تسويقيه 930 مليون يورو. بتتكلم طبعا نمره واحد، بتتكلم على المان سيتي مليار و400 مليون يورو، تتكلم نمرة 2 ليفربول مليار و200 مليون، تتكلم على برشلونة مليار و200 مليون، تشيلسي ب 930 مليار يورو، ريال مدريد 930، البايرن في المركز السادس، مان يونايتد، باريس سان جيرمان، أتلتيكو مدريد، والتوتنهام على مستوى القيمة التسويقية للأندية العالم رقم 10. فأكيد زي ما أنت بتقول القيمة التسويقية بتفرق جدا جدا، من حتى من نادي أو من خلال بلد البلد. نجم ممكن يعمل فرق، أعتقد هو دلوقتي برشلونة في المركز الثالث، أعتقد هو ميسي اللي عامل ده فعلا، هو اللي عامل الفرق، عامل الفرق الرهيب، لأنه حتى العقود معظم عقود رعاية برشلونة عالية بسبب ميسي. النقطة الملاحظة المهمة على الإحصائية اللي حضرتك طرحتها، إحصائية هايلة، توتنهام في المركز العاشر رغم إنه ما عملش تعاقدات الموسم اللي فات وبنى استاد جديد، وليفربول ما عملش يمكن تعاقد واحد كونستانتينوس تسيميكاس وهو ده لاعب يوناني ب 13 مليون من بنساناكوس يعني. لكن الفكره نفسها توتنهام ازاي اقتصاديا يقدر انه ما يجيبش لعيبه ويبني استاد جديد
ويبقى في المركز العاشر على مستوى القيمة التسويقية، ده نوع اعتقد محتاج دراسة ومحتاج ان احنا نتكلم في الموضوع ده الثلاث الجاي، نتكلم في الموضوع يعني ده الثلاث الجاي نطرح ونطرح جزء اقتصادي شوية، نطرح جزء اقتصادي الناس ازاي دي بتشتغل، وان ازاي اندية الكرة بره بتكسب فلوس، وبتكسب فلوس كتيرة جدا من خلال حاجات كتير جدا، انت اكيد عارف كواليسها بشكل كويس. ف وصلنا للنهايه، انا مش عايز اخلص معاك، لكن دي نهايه لقائنا معاك يا عمر. ان شاء الله مستنينك يوم الثلاثاء الجاي، وحوار ممتع دايما زي ما بنتمتع معاك في كل حوار. اشكرك كابتن هاني، شرف ليا، شكرا جزيلا. شكرا ليك. دي كانت نهايه الفقره الثانيه، عندنا فاصل ونستقبل نجمنا الكبير الكابتن ياسر رضوان. دي احنا معانا نجم كبير ترك بصمة كبيرة في عالم كرة القدم المصرية، وكان الحقيقة من أوائل اللعيبة المصريين اللي تركوا بصمة واضحة في عالم الاحتراف الأوروبي. لعب في الدوري الألماني 6 سنين، من سنة 96 لغاية 2002. النهاردة هنتكلم عنه، وهنتكلم عن النادي الأهلي وبطولة الدوري، وأيضا البطولة الأفريقية، وإيه الشوشرة اللي حوالين النادي الأهلي كمان تحديدا. معانا الكابتن الكبير كابتن ياسر رضوان، أهلا بيك يا كابتن، مشرفنا وبيتك الكبير. أهلا وسهلا بيك، وسعيد بأن أنا موجود معاكم. نورنا ياسر حبيبي يا كابتن، ربنا يخليك. منور بيتك الكبير، و انت طبعا وحشنا جدا، ونسترجع بقى ذكريات المانيا ونتكلم على كواليس كتير جدا جدا. اولا برحب بيك جدا، سعيد ان تكون موجود معانا النهارده. هنتكلم على حاجات كتير، بس كالعاده يعني الاعداد محضر تقرير عن النجم الكبير ياسر رضوان، نشوف التقرير ونرجع مع حضرتك. ياسر رضوان من مواليد 22 من أبريل عام 1972 بمدينة أجا بمحافظة الدقهلية. بدأ ممارسة كرة القدم في مركز شباب قريته، ونصحه شقيقه حين وصل إلى سن 15 أن ينضم مثله إلى ناشئي نادي بلدية المحلة، وظل في مرحلة الناشئين موسمين، وحين بلغ عامه 17 في عام 1989 صعد إلى الفريق الأول، ليظهر ضمن الجيل الذهبي لنادي بلدية المحلة عام 1991، ويساهم في صعود الفريق للدوري الممتاز في موسم 1992-1993، ويستمر معه لمدة 5 مواسم حتى عام 1996. انضم ياسر رضوان للمنتخب الوطني للشباب عام 1994، وسرعان ما انضم بعد ذلك إلى المنتخب الوطني الأول عام 1995، وخاض مع المنتخب 36 مواجهة وسجل 3 أهداف، وشارك في 4 بطولات لكأس الأمم الإفريقية، ونجح في حصد لقب البطولة عام 1998 ببوركينا فاسو مع الجنرال الراحل محمود الجوهري. استطاع ياسر رضوان الحصول على لقب أفضل مدافع أيمن في كأس الأمم الإفريقية عام 1996 في جنوب إفريقيا، رغم الأداء المتواضع للمنتخب في هذه البطولة. وانهالت العروض الاحترافية عليه ليختار الانتقال للدوري الألماني، حيث طلبه النادي هانزا روستوك، وبدأ رضوان اللعب في صفوف الفريق منذ موسم 1996-1997، ولمدة 6 مواسم شارك خلالها في 141 مباراة وسجل 6 أهداف وصنع 10 أهداف أخرى. وبعد أعوام من التألق والتوهج في الملاعب الأوروبية، قرر ياسر رضوان العودة لأرض الوطن عبر بوابة القلعة الحمراء، وبالفعل تعاقد معه المدرب الهولندي للأهلي آنذاك بونفرير، وخاض رضوان مع الأهلي موسمي 2002-2003 و2003-2004، لعب خلالهما 22 مباراة وأحرز 2 هدفين.
حقق مع الأهلي بطولتي كأس مصر وبطولة كأس السوبر المحلي، ونظرا لكثرة العمليات الجراحية التي مر بها من قطع في الرباط الصليبي وقطع في الغضروف وغيرها، رحل ياسر رضوان عن الأهلي ليعود في أغسطس عام 2004 إلى ناديه الأصلي بلدية المحلة. وفي يوليو 2006 انتقل إلى النادي الأولمبي السكندري ليتوقف بعدها عن اللعب في عام 2007 ويقرر الاعتزال رسميا وهو في عمر 35. وعقب الاعتزال اتجه ياسر رضوان للتدريب، وكانت البداية في أكاديمية النادي الأهلي بفرع المنصورة والشرقية، ثم انضم لمدرسة الكرة مع فريق 14 سنة، ثم عمل مديرا فنيا في قطاع الناشئين بفريق 18 و19 عام، وأحرز عددا من بطولات الجمهورية مع الفريق، ثم عمل مدربا بالفريق الأول بالنادي الأهلي تحت قيادة عبد العزيز عبد الشافي عام 2012 لمدة شهرين قبل التعاقد مع مانويل جوزيه في نفس الموسم، ثم عاد من جديد للعمل نائبا لمدير قطاع الناشئين. وفي 5 سبتمبر 2017 كرمه نادي هانزا روستوك باعتباره من أفضل اللاعبين الذين مثلوا النادي طوال مسيرته الكروية. إنه اللاعب الموهوب ياسر رضوان. منورنا كابتن ياسر يا تاريخ. ربنا يخليك يا كابتن. والله منورنا تاريخ كبير جدا، وانا عارف كمان الصوره الجميله اللي انت عملتها في المانيا انت ومحمد عمار. هنتكلم طبعا على الكلام دوت، بس عايز اتكلم معاك في الاول على حديث الساعه في الفترات الاخيره، استقبلت ازاي هروب كابترون من المسؤوليه الفنيه لنادي الزمالك؟ والله طبعا يعني مش حاجه جديده، يعني ده احنا متعودين على المواضيع دي من نادي الزمالك، مش اول حدث يحصل. متعود ان انا بشوف تغييرات كتير جدا في الجهاز الفني، حتى بيبقى ساعات في مدرب اجنبي شغال وتلاقي المدرب العام والمساعد كل شويه يتغيرهم، فده طبيعي عندهم، يعني مفيش مشكله فيه. كابتن ياسر، هو طبعا زي ما حضرتك بتقول متعودين على الاحداث دي كل فتره بتحصل في نادي الزمالك، بس النهارده لما يكون في هجمه شرسه عليك من ساعه ما استؤنف يعني عوده النشاط، وانت النهارده يمكن انت واخد الاهلي في سكه مش بتاعته، لما تطلع تتكلم عن بادجي سافر ومجاش، لا كهربا ديانج قصدي، لا كهربا، لا كذا، فانت وفايلر كمان كان الكلام عليه من كتير قوي الايام اللي فاتت دي، وفي لقطه يجي هروب كارتيرون، ده بتفسره بايه؟ يعني هو طبعا الحمله معموله من بدري يعني، بس انا طبعا عارف القيم والمبادئ اللي موجود عليها النادي الاهلي ومجلس الاداره، وعارف هم بيشتغلوا ازاي مع الناس اللي بتتعاقد معاهم. الاعلام يعني سهل ان اي حد ممكن يقول اي حاجه كابتن هاني، يعني السوشيال ميديا دلوقتي بالظبط، يعني مفتوحه للناس كلها وكل واحد ممكن يقول اي حاجه، هل هي بقى حقيقه او مش حقيقه دي بترجع للمصدر الاساسي. لكن فعلا كان في هجوم شرس على النادي الاهلي الفتره اللي فاتت، سواء من لاعبين او مستر فايلر الفتره الاخيره، لكن فوجئنا النهارده طبعا الاحداث انقلبت، يعني زي ما بيقولوا انقلب السحر على الساحه. شوشره كانت مقصوده تحصل في النادي الاهلي علشان مثلا يعني مش نلفت النظر، يعني زي ايه؟ نقلب الدفه الناحيه الثانيه، نشوشر على اللي بيحصل الناحيه الثانيه، يعني اديني نداري على الكوارث اللي موجوده في حته الثانيه كده يعني. لا هو عاوز يزعزع استقرار المنافس، خاصه انت داخله برضو على مباريات صعبه في افريقيا قبل النهائي والنهائي. حته الاستقرار انت بتقدر توفريها، لكن في غيرك ما بيقدرش يوفرها، فهو بيدوس في الاتجاه ده بحيث ان هو يهز ثقه الناس في او الجمهور النادي الاهلي في اللعيبه ومجلس الاداره، فيبدا يعمل مشاكل، فتبدا تخش في مشاكل تبعد عن التركيز في المباريات القادمه. لكن الحمد لله يعني الموضوع جه بعيد عننا خالص. يعني انت بتتكلم كمان، يعني الموضوع اكيد موجود ودايما بنتكلم، النادي الاهلي كبير والنادي الاهلي دايما ناجح، ودايما الناس بتحاول بقدر امكان انها
اولا تعمل حاجتين، انك تقلل من مقدار النجاح والبطوله، فبتقول يا عم ده انت بتاخد بطولاتك بالتحكيم، فده تقليل من حجم البطولات اللي انت بتاخدها، لانك انت كبير، انت 42 ان شاء الله، احنا 42 بطوله ان شاء الله. على الجزء الثاني بتبدا تشكك في عمليه ودي الفتره اللي فاتت، لا ده اداريين الاهلي بايظ واللعيبه بتمشي وتسيبه والكلام دوت، وقال لك اصل بايلر ده اكدوا ان بايلر خلاص مشي وقعد وتعاقد هناك يعني، وبعدين قال لك ديانج ايه يا عم، ديانج خد شنطته ومشي وما قالش لسيد عبد الحفيظ حاجه ومشي ومش راجع. سبحان الله النهارده يجي كارتيرون من خمس ست ساعات هو اللي يقول له لا بقى انت بتتكلم كده، انا اللي ماشي وماشي بجد يعني، ماشي ومش جاي يعني. فزي ما بقول لك هي عمليه يعني، يعني خلي بالك، وكمان 250 ألف دولار بتتكلم ان هو يعني، في ناس بتقول ان هو واخد معاه الفلوس ديت وبيديها لمجلس اداره الزمالك، ادي الشرط الجزائي بتاعي انا مش قاعد هنا. فده يعني تفسره ازاي يا ياسر؟ لا يعني انا مش عارف بصراحه يا كابتن، يعني الموضوع الموقف صعب جدا، وانا فوجئت اصلا ان انا يعني بفتح قلت ايه ده، هو ده بجد؟ طب اقرا تاني كده، هو فايلر ولا كارتيرون؟ انت فاهم، من كتر الناس، من كتر الكلام الفتره اللي فاتت، الكلام قال مركزه معاه مع النادي الاهلي ومع المدرب بتاعنا. لا يا جماعه في ايه ده بجد؟ طلع فعلا بجد. ف القصه غريبه، وانا كنت بتكلم مع سهام في المقدمه ان ده راجع تاني، بقرر ده راجع لعدم احترافيه، مع احترام النادي الزمالك، عدم احترافيه نادي الزمالك مع ملف المدربين بصفه عامه، وخاصه المدربين الاجانب. خروج جراس من استاد انبي بيقولوا له مع السلامه من هنا على المطار، شيء ما بيحصلش غير يعني في نادي الزمالك. في حقنا جميعا يعني كمصريين، بالظبط بنتكلم كمصريين. في بعض التقارير الصحفيه اللي قالت ان كارتيرون على لسانه قال ان ما فيش احترافيه، ده ردده وهو ماشي بيتكلم، مفيش احترافيه للتعامل مع يعني، التعامل معاه يعني كمدرب اجنبي. فدي نقطه اعتقد برضو يعني لازم الناس كلها تاخد بالها. ما بتكلمش على نادي الزمالك بصفه خاصه، بتكلم على انك لما بتجيب خبير او بتتكلم على واحد اجنبي، وانت اتكلمت معايا في دلوقتي خبير اجنبي موجود في النادي الاهلي، انك حتى التعاقد معاه بيكون بشكل احترافي وبشكل بشكل يليق باسم الكيان اللي انت فيه. أكيد. وكمان لما انت شايف انه مش على المستوى، او انت ليك اغراض تانية او افكار تانية، ده انا عايز امشيه، حتى تبقى غريب يا كابتن. الفتره اللي فاتت كل الكلام على الشرط الجزائي، ده مش حاطط شرط جزائي، ده انتوا مش حاطين النادي الاهلي مش حاطط شرط جزائي. ده الراجل هيسيبكم بعد 6 شهور، ده هيسيبكم بعد سنه، لا ده لو ما خدش مش عارف بطوله ايه هيمشي، ده لو خد البطوله يبقى من حقه ايه يا جماعه؟ في ايه الموضوع؟ ما بيدارش كده خالص يعني. في عقود وفي نظام وفي سيستم وفي واجبات ليا وفي واجبات عليا، فالمفروض الناس تبقى عارفه الكلام ده. وزي ما قلت يا كابتن، لازم يبقى في احترافيه في العمل يعني. هي كوره بس في الاول والاخر رجعت بتبقى بزنس يعني. طبعًا كمان طبعًا. مش انت شايف اوروبا عامله ازاي وحضرتك يعني، يعني مش هنتكلم عليك يعني، انت حاجه كبيره جدا. ويمكن اللي سهل علينا موضوع الاحتراف برضو كلمه حق طبعا الكابتن هاني واسمه الكبير اللي كان عامله هناك، سهل علينا حاجات كتير. مكالماته لنا على طول باستمرار، ان هو كان دايما يطمن عليا في اول ما رحت ويكلمني. يمكن اول معسكر لمنتخب مصر رحت، اول ما وصلت المانيا اول معسكر كلمني قال لي تعالى هنسافر من بريمن. 96 قال لي هنسافر من هنطلع من بريمن من عندي وبتاع، تعالى خلص المباراه وتعالى عليا. خلصت المباراه وركبت القطر ووصلت عنده، قضيت يوم جميل بصراحه مع الكابتن هاني ورجعنا مع بعض القاهره يعني. ففي يعني لازم الناس تفكر بطريقه تانية يا كابتن. صحيح. انا لو مش عارف يبقى اروح للي يعرف واساله هو شغال ازاي، مش عيب يعني في كل حاجه بقى يعني. انت ممكن تقلد قلد النادي يا عم، ما تقولش ان انا هقلد النادي الاهلي يعني، شوف النادي الاهلي شغال ازاي وقلد. انت لاثرت لما مشي في حفله يعني، الحاجات دي يا ياسر، لان انا عارف انت عشت مع الاجانب على فكره، عشت فترات كتيره مع مدربين اجانب. انك بتتعامل باحترافيه بشكل كويس، خاصة يعني قول ان انت بتتعاقد معاه ده اوكي، لكن ان انت في عملية انك بتستغنى عنه او تمشيه، هي ديت المحور اللي ممكن جدا يبقى انت يا جيد السمعة يا سيء السمعة، وبعدين بتشتغل باحترافية بدون احترافية. انت ما بتتكلمش على سمعة شخص، انت بتتكلم على سمعة الدولة مصر طبعا، وبحجم طبعًا. مصر يعني مش قليلة يعني. صحيح. فالمفروض انا لما بتعامل باسم مصر، خاصة مع الاجانب، لازم اعرفه يعني ايه مصر، يعني ايه المصريين.
يعني ايه النظام؟ يعني ايه الالتزام؟ احنا مش شعب زي ما هم كانوا بيقولوا علينا عالم ثالث او لا، احنا الحمد لله دلوقتي بقى عندنا علم وعندنا فكر وعندنا كل حاجه كويسه في مصر. فما ينفعش ان انا في حاجه زي كده واخلي شكل المصريين كلهم وحش. ايوه بحركه يعني ما يعني الموضوع بسيط زي ما حضرتك قلت، تعالى انا بنهي التعاقد معاك، حفله محترمه وبنشكرك ومع السلامه. هو كمان هو اللي مشي الراجل، هو اللي هو لا انا قصدي قبل كده من قبل كده عدى ومات. لا هو لما جه دفع الشرط دفع شرط جزائي عشان يدخل الاهلي، ودفع شرط جزائي النهارده علشان يرحل من الزمالك. كارتيرون انا بتكلم عن كارتيرون. ده الفرق، ده الفرق، ده الفرق. وادي دجله من وادي دجله قال لك انا هدفع فلوس. كان الرجاء والرجاء يعني طلع وادي من الرجاء دفع فلوس عشان يخش النادي الاهلي، عشان النادي الاهلي دلوقتي هو بيدفع فلوس عشان يرحل من نادي الزمالك. طيب عايزين نتكلم عن التحكيم والنظام التحكيم اللي اثر امبارح يمكن على مباراه الاهلي والاتحاد، واثر كمان على مباراه الاهلي والزمالك في الايام اللي فاتت. كلمني عن شكل التحكيم، فسرت امبارح اللي حصل امبارح من كابتن ابراهيم نور الدين ازاي؟ لا هو طبعا في حاجه مش مظبوطه، حتى انا يعني في حاجه ملاحظها في المباراه يا كابتن. لو حضرتك بتتابع يمكن اللاين مان في الاوفسايد بيتاخر قوي، مش بيتاخر بقى، هو منتظر مستني يقول له حد يقول له دي منتظر اللاسلكي يشتغل بقى وبتاع ويرفع وما ترفعش. انا ما بشوفش كده في اوروبا، يعني انا ما شفتش كده خالص. عارف ايه في اوروبا بيبقى التاخير بيبقى الديلي جزء من الثانيه لانه ما بيرفعش وبعدين بيقولوا له اوفسايد بيرفع على طول، عندنا بتاخد وقت شويه. لا يا كابتن انا قصدي على حاجه كمان، يعني انت بتاخد قراراتك، المفروض الحكم او اللاين مان بياخد قراره، لو انت مشكوك في قرارك بترجع للفار وبترجع للناس اللي قاعده، بترجع انت الحكم الرئيسي بيرجع يشوف. انت دلوقتي معتمد اعتماد كلي ان يجي لك، يعني انت ما بترفعش لما يكلمك في الايربيس. طب انت قصدك ان بيحصل إيه؟ العكس يعني بيحصل، لا هو بيأخر. ياسر يقصد انه اللاين مان ما بيرفعش الرايه خلاص، ما بياخدش قرار بقى لما يقولوا له طب انت لازمتك ايه؟ هو الديلي دوت ساعات بيبقى هم بيقولوا، يعني انا اعرف ان ممكن جدا يستنى، لان انت عارف دلوقتي لازم يبقى لو لمس الكوره مشترك او مش مشترك. لا يا كابتن انا برضو انا عارف يعني حافظ شويه القوانين، يعني اكيد حالات معينه لازم يستنى فيها، لازم يستنى فيها ان هو لازم يلمس الكوره الاول، ده في التعديل الاخير في الكوره. لكن انت اتفرج على معظم المباريات هتلاحظ الموضوع ده ما عادش بيرفع خالص الا لما يجي له. هو عامه البروتوكول بتاع الفار عندنا مشكله فيه. لكن بالنسبه برضو للتحكيم، يعني طول عمرنا عارفين تحكم ماتش الاهلي وعايز تعمل فيها اسد، تعالى على النادي الاهلي عشان تعمل لك شخصيه وتبقى حكم الناس تتكلم عليك وي وي وي، تعالى واضغط النادي الاهلي وكهرب المباراه عليهم زي ما بيحصل. ده في الناشئين حتى ده في كل حته يا كابتن، يعني كان بيحصل الكلام ده في الناشئين. خلي بالك قصدك ان اللي بيحصل ده دلوقتي مقصود ومش جديد، يعني النهارده ده مقصود ومش جديد عليك. لا لا خالص خالص، مع ان المفروض الحكم في الوقت اللي احنا فيه ده انت بتبص عليك كويس عشان في بطولات قاريه، بطوله افريقيا، لا كاس عالم، مش عارف ايه، وانت مراقب من كل اتجاه ومن كل حته. انت عايز توصل حاجه كويسه ولا عايز بقى يعني تعمل الشو وتروح؟ انت كده بتعمل شو وتروح، انت شوف في اخر يعني تقريبا اختيارات مصر مش موجوده تقريبا. الحكام النخبه في على المستوى الاتحاد الافريقي، حتى على مستوى الحكام اللي هيترشحوا لكاس العالم مش موجودين مش موجودين. طب ده سببه ايه؟ هل احنا احسن من الناس دي عشان كده مش عارفين ياخدونا، ولا احنا اسوأ؟ فدي بترجع لهم هم بقى الحكام. انا مش عايز اتكلم كتير على الحكام، لا خالص، عندي ماتشات كتير السنه دي. لا خلي بالك وانت، انا عارف السنه دي هتخش في معركه ثانيه. كابتن ياسر طبعا دلوقتي هو المدير الفني لفريق 2001 2002 في النادي الاهلي، مرحله كل الناس بتتكلم عليها. ياسر كويس انك فتحت الموضوع، ان احنا في ناس بتتكلم على قطاع الناشئين وازاي ان قطاع الناشئين وهيطلوا ولاد، عايزين ولاد من يطلعوا يكون ليهم دور مع الفريق الاولي. بص يا كابتن، طبعا في لعيبه كويسه في القطاع، طبعا معانا مايكل الخبير بروكيتش. رايه ايه في قطاع الناشئين يا كابتن؟ والله بص، انا يمكن الكابتن هاني عارف الكلام ده كويس. احنا دايما متاخرين عن بره يعني بكتير، فالطبيعي هو مش هيبقى مبسوط في الاول، لكن هو واحد بيبدا يفهم الدنيا عامله ازاي، بيبدا بقى يدينا احنا يعني نشتغل ازاي افكار. هو بصراحه في حاجه كويسه قوي، انا اتعاملت مع اتنين في القطاع الناشئين الانجليزي،
اللي كان موجود من في 2009 2010 لا كولون كولون وتعاملت مع مايكل دلوقتي استفدت من التاني حاجات كتير برضو يعني بصراحه. بس ده يعني بقى يوجهك ككابتن انك تبقى عندك دماغك مفتوحه يعني بتشوف الملعب بشكل تاني. لما بتيجي تعمل تمرين بقيت في حاجات كتير اختلفت معايا، ما كنتش ببقى دقيق فيها، لا بقيت دقيق فيها. يعني هو بيديك افكار وانت تشتغل عليها، لكن هو ما بيديلكش تمارين. يعني يقول انا ممكن اديك تمارين، انت النت مليان تمارين، خش اعمل تمرين وانزل اعمله، بس هو ليه وفكر ازاي وهدفه ايه انت مش عارف. لا انا عايزك انت افهم الاول وبعد كده اعمل التمرين اللي انت عايزه على فكرك انت. فبصراحه هو راجل كويس جدا، نشيط جدا، يعني مش عايز اقول لك هو من الساعه 5 بيبقى في النادي وبيروحش الا بعد ما يخلص الاكاديميات، كمان بيفضل لحد تمرينه الاكاديميات. بينزل معانا الملاعب طبعا، كابتن بيبو موجود معانا، كابتن خالد برضو موجود من الساعه 6 في قلب النادي الفتره الاولانيه، ودايما محتاجين شغل. لا هو موجود على طول بصراحه، يعني الشغل كتير. يعني انا مثلا تمرين بيخلص 11 12 ببقى ماشي مثلا، كابتن خالد بيبو بيقعد مثلا الساعه 7 كل يوم اكلمه واقول له انت لسه في النادي، يقول لي اه لسه في النادي. فكره دمج الاعمار في قطاع الناشئين فكره بيبو ولا فكره بروكيتش؟ لا هي فكره على فكره دي فكره طبعا اللجنه وكابتن خالد بيبو. وكان في ناس طبعا مقدمه من اللي كانوا ماسكين القطاع قبل كده، مدربين، ان هم يحصل دمج في الفرق عشان نقدر نحصر اللعيبه المميزين قوي اللي هم ممكن يلعبوا درجه اولى في النادي الاهلي. فجيت من هنا الفكره. دمجنا طبعا الفرق، عملنا حوالي 3 أسابيع اختبارات للناس كلها. طبعا في تقارير من السنين اللي فاتت وعارفين من لعب من ما لعبش، لكن حبينا برضو نشوف. بص انت ليك نظره. كابتن خالد بيبو عمل لجنه من 6-7 مدربين تقريبا برئاسه طبعا مايكل وكابتن عمرو انور وانا وكابتن شرف وكابتن سيد غريب وكابتن شريف عبد الفضيل. وكل واحد بيقول رايه. يعني بيشتغل تقسيمات، اشتغلنا اكتر من اسبوعين تقسيمات لكل فرقه. انت دي الفتره اللي بتصفي فيها، يعني اللي كنا بنصفي فيها. انت ما اعتمدناش على التقارير برضو يا كابتن، يعني قلنا لازم برضو الولد ياخد حقه. ممكن يكون انا ماسك السنه اللي فاتت وما بحبش كابتن هاني مثلا، مش هلعبه وهو لعيب كويس. ما بتحصل ساعات، ترجع تاني إعادة تقييم. المراحل السنيه دي بيبقى السنه بتفرق، يعني في سنه يلعب بيبقى لعيب سوبر، ممكن جدا بيبقى السنه اللي بعديها بيوصل لسقفه ما بيقدرش يؤدي اكتر من كده، والعكس. يعني ممكن يبقى لعيب لسه ما دخلش الفورمه والسنه الجايه اللي بعدها بيتلاقي الفورمه بتاعته قالت. فبدانا من هنا يا كابتن نحصر الاعداد اللعيبه المميزين قوي ونعملها بقى، نسكنها في الفرق بتاعتها. عندكم باني باك يمين جامد اهو عندنا احمد سيد عبد النبي ده مواليد 2002 وبيلعب منتخب مصر مع كابتن ربيع. ان شاء الله لعيب كويس يعني. فلا عندنا ان شاء الله هيبقى في حاجات كويسه باذن الله الفتره اللي جايه. هم اللعيبه بس يبداوا يتاقلموا على الشغل اللي احنا بنشتغله دلوقتي. المسابقات هتبدا امتى الرسميه؟ جت يعني لسه في المفروض نص 11 يا كابتن المفروض. بس حاجه رسمي لسه ما وصلتش؟ لا لسه، يعني لسه قطاعات الناشئين ومسابقات الناشئين دي لسه هم بعتوا لنا بس اللوائح بالاعداد اللعيبه هتبقى كام، قوائم وكده، والميعاد المبدئي اللي هو في 15/11 ان شاء الله. كابتن ياسر زي ما كابتن هاني قال كده، يعني طبعا حضرتك كنت من الباك اليمين المميز جدا الحقيقه. النهارده محمد هاني مستواه من ماتش لماتش بيفرق، قيمت ازاي مستواه وفرق ازاي فايلر في اداء محمد هاني في الملعب؟ اولا احنا هاني متنبئين له من ايام ما كان معانا في القطاع ان هو هيبقى يعني حاجه كويسه، لان قليل يا كابتن هاني لما بتلاقي باك رايت حريف، يعني بيعرف يلعب كوره، يعرف يدخل لجوه، يعرف يطلع لبره، يعرف يعمل اوفر. هاني عنده الحاجات دي كويسه. كان معايا في منتخب 95 لما كنا ماسكين انا والكابتن علاء ميهوب، بعد كده الكابتن علاء اعتذر وانا كملت مكانه. في الفتره دي احنا اتكلمنا، كان كابتن عبد صادق هو اللي موجود في النادي، فكلمناه قلنا له في مجموعه كويسه، نصر ماهر على كريم نيدفيد على رمضان
على محمد هاني موجودين لعيبه كويسه وهيبقوا كويسين في النادي وبتاع، فهم جاء اتفرج عليهم وشافهم وبعد المعسكر خدهم يعني. هاني يمكن هو عنده الناحيه الهجوميه قويه جدا. الناحيه الدفاعيه مع الوقت هيجي يعني، لان طبعا برضو اللي بيلعب النادي الاهلي ما بيهاجمش طول ال 90 دقيقه كابتن، ما حضرتك عارف يعني. يعني قليل لما بيجي عليك الهجمات، في ماتشات تقيله محتاجه انا برايي تمركز افضل شويه بالظبط، محتاجه هاني في الحاله الهجوميه شايفين بيأدي بدور كويس، ساعات بيخش على جوه الحاله دفاعي دفاعيا معقول كويس، وعايز هيزيد خلي بالك لكن يزيد الكلام ده يعني. امبارح كان عامل ماتش هايل يعني، كان عامل ماتش هايل يعني دفاعيا كمان. فالموضوع حتى احنا خلينا نتكلم بكل امانه، مش ماتش واحد هنقول ده كويس قوي، ماتش واحد لا طبعا قوي. لا احنا بنقيم فنيا، احنا بنقول خامه كويسه بالظبط، لان في ناس عايزه تقول لك اصله كان وحش وبعدين امبارح لعب ماتش ده بقى حلو قوي. الموضوع مش كده، الموضوع انت كمدرب كمان انت بتقيس تطور اللاعب. انت ممكن تقول محمد هاني لا كمان خلي بالك السنه الجايه هيبقى دفاعيا وهجوميا بمستوى واحد، او تقول العكس يعني، دي عايزه كمان صبر شويه. كابتن كمان انا بلعب مكان مين يعني؟ دي مشكله كبيره بالنسبه لي لما اكون لعيب صغير وبلعب مكان لعيب كبير زي احمد فتحي، يعني خبرات كبيره ولعيب قوي وسريع وعنده كل المميزات الجميله اللي انت محتاجها في الباك رايت، فدي طبعا بتبقى ضغط على محمد هاني وهو نازل بيلعب مكان احمد فتحي اكيد. يعني انت بيفكر فيها شويه يعني، بتعطله شويه ان هو اكيد على المستوى النفسي بقى ان هو يعني انا لما جات لي الفرصه ولعبت مكان الكابتن ابراهيم حسن اكيد انا سابك. مش هيسيبك لا ده كابتني ده طبعا ده حاجه جميل محترمه وجميله اللي حصل مع احمد فتحي شفته اثر على اللعيبه بنسبه كام؟ يعني النهارده اللي حصل لاحمد في الشوط الثاني في اول 10 دقائق كان يعني حاجه غريبه جدا، يمكن برضو احنا اثرناها في الانترو في المقدمه، اثر على اللعيب اثر على العشرة بعد كده، حسيت ان في فرق. لا بصي احنا طول عمرنا في حتى في خاصه في النادي الاهلي لما بتطرد مننا واحد بنبقى اتنين بنبقى 20 واحد ما بنقلش في بالعكس يمكن الحماس بيزيد، بتلاقي كله بيضاعف المجهود بتاعه، فما بتحسيش باي تاثر بان انت ناقص لعيب او كده يعني. بس ما فيش شك ان خروج احمد اثر في نتيجه المباراه، لكن ما اثرش في نتيجه في اداء اللاعبين يعني اكثر في النتيجه وليس الاداء. اه بالظبط كده يعني كنت ممكن برضو تكسبي وانت ناقصه واحد، لكن خروجه طبعا ما فيش شك ان هو اثر في النتيجه يعني اثر في النتيجه. بس ان شاء الله يعني احنا كلنا املنا في البطوله الافريقيه. ايه رايك في المباراه اولا ايه رايك في عمليه التاجيل؟ ان انت عارف كان في تاجيل للمباراه قبل النهائيه، ورايك الفني في ان شاء الله اداء النادي الاهلي، وايه اللي ممكن لازم يتطور علشان نبقى مباراه الوداد يعني نكون واقفين على رجلينا بشكل افضل؟ هو ما فيش شك ان في شويه مشاكل عندنا في الفرقه، مشاكل فنيه مش مشاكل حاجه تانية، بسبب الاصابات او الغيابات دي طبعا اكيد بتاثر على اي مدير فني. يا كابتن وحضرتك اشتغلت وعرفت وشفت وحسيت بيها لما خاصه السردباكات بالظبط يعني، انت كل ماتش بيطلع منك 3 4 لعيبه مصابين او انذارات او اكيد بيأثر عليك في يعني في اوروبا ديك مش شايف برشلونه ريال مدريد الفرق الكبيره وانت مغمض عارف التشكيل كل اسبوع كل مباراه هو ما بيتغيرش ما بالك انت النهارده كل ماتش بتغير 3 4 جداد بتدخلهم على الفرقه وتطلعهم وتدخلهم انا ما عنديش خوف خالص من الناحيه الفنيه كابتن الفتره اللي جايه. حضرتك عارف ان الماتشات الكبيره واللي هي قبل النهائي والنهائي لها ظروف خاصه. النادي الاهلي متعود على الكلام ده، متعود على الاجواء دي، متعود على الضغط العصبي والنفسي اللي هيبقى موجود في المباراه. انا مش خايف عليهم خالص، بالعكس يمكن في جمهور في الشارع قلقان، لكن انا بقول لهم لا ما تقلقش، احنا واثقين في لعبتنا واثقين في الجهاز الفني في ادارتنا ان احنا هنعرف ازاي ان شاء الله ناخد البطوله دي. التغييرات اللي بيعملها فايلر في الفتره دي وانت كده يعني بتلعب براحتك وبتشتغل براحتك جدا وحسم الدوري تقريبا من بدري اكتر من 6 اسابيع، فمش من حقه النهارده انه يقوم بالتغييرات ديت ويمكن يكون فيها او كان فيها في بعض الاحيان الحل السحري؟ مش ده من حقه يحق له يعني زي ما بيتقال؟ طبعا ده حقه 100% ان هو يجرب كل الناس ويشوف كل الناس، وفي ناس
بدات تبقى كويسه. احمد الشيخ بقى له فتره ما بيلعبش، رجع بقى كويس. ايه المشكله؟ ما يرجع ويلعب. رامي قعد فتره ورجع من الاصابه وبقى كويس، ايه المشكله؟ ما ياخد كهربا كهربا غير وغير. احنا يا جماعه في الاول والاخر احنا ما يهمناش غير مصلحه النادي. الراجل بقى يلعب ياسر، يلعب الكابتن هاني، يلعب مش المهم في الاخر هو حقق البطوله ولا حقق بطوله الدوري. فاضل 6 مباريات وخلاص، انت محتاج ايه؟ بونت وتاخد الدوري. بونت 3 او كان ممكن يخلص في ماتش الاتحاد. يعني الموضوع الدوري منتهي. يعني انا بجيب المدير الفني ليه؟ عشان يحقق البطوله، حقق بطوله الدوري خلاص. ما عنده بطوله افريقيا، صحيح مهمه بالنسبه لنا ومهمه بالنسبه لجمهور النادي الاهلي، وان شاء الله هو بيسعى ان هو يحققها. فلازم كلنا نتكاتف في الفتره دي. مش بس انا بتكلم على اللعيبه، اللعيبه انا عارف ان هم الحاله هتبقى عامله ازاي والجهاز الفني والمجلس الاداره، احنا بنتكلم على جمهور النادي الاهلي الحقيقي. لو بتحب ناديك اوفر ناديك، ما تقعدش تشكك في خلي بالك اللي بيشكك ده مش جماهير النادي الاهلي. ياسر انا عايز اقول لك في بعض الناس، يعني ما انا مش عايز اقول كده يا كابتن، لا قول كده، لان ده خلي بالك ده جماهير النادي الاهلي الحقيقيه بتحب النادي، تلاقيها بتتكلم بحرقه وخايفه على النادي شويه، يعني تقول لك لا، يعني بتحس فيه روح النادي الاهلي. الجزء الثاني اللي بيتكلم ما اعتقدش ده جماهير النادي الاهلي اللي هي بتحاول تشكك، اللي بيحاول احنا قلنا في بقى حرب، يعني زعزعة الاستقرار داخل النادي. فيك اكونتس هم دول، هم دول تلاقيه مثلا كاتب وحاطط قلبه والنادي الاهلي وكده، وهو تلاقيه مش قلق. يعني خلينا نتكلم دي حقيقه، لكن احنا بنتكلم كمان احنا عندنا على مستوى الاداره الحمد لله فاهمين ده كويس، وبنعرف نتعامل معاه على مستوى اللعيبه زي ما انت بتقول. وخلي بالك انت كنت جوه النادي الاهلي وعارف، وهتحكي لنا كواليس كتيره جدا حصلت وماتشات صعبه مرت عليك على مستوى المنتخبات على مستوى النادي الاهلي، فهتلاقي المواقف دي مرت عليك يا ياسر، وانت كمان بتطمن جماهير الاهلي انك عشت اللحظه دي جوه النادي الاهلي. يلا ندخل عليها على طول دلوقتي. طيب بس قبل ما ندخل عليها عايزه بس اسال سؤال، رحيل كارترون ممكن ياثر على الزمالك في البطوله الافريقيه قبل ما ندخل في وجوده او رحيله؟ هياثر وجوده او رحيله هيأثر، وجوده او رحيله هيأثر. يعني الموضوع انا شايف يعني هي مش ماتشات اللي بتعمل دلوقتي كويسه، او انت على طول المدى ايه؟ زي ما الكابتن هنتكلم في موضوع هاني، انا ما بقيموش النهارده لعب كويس يبقى كويس، بكره وحش يبقى وحش، مش ماتش وماتش. لا انا بقيم تاريخ واستقرار وهدف وبطوله وتطوير في المستوى، يعني بقيم حاجات كتير. فاعتقد ان الموضوع هيبقى صعب بالنسبه لهم جدا. يعني طب ندخل على تاريخ بقى كابتن ياسر رضوان المليء الحقيقه، مشوار طويل جدا وذكريات كثيره جدا. بتحب تفتكر ايه اكتر حاجه؟ بتبص لبعض، بتبص لبعض وكانوا بيتكلموا بعض بالالماني وحاجه يعني يعني ياسر على فكره خلي كبير. بالك ياسر من الناس اللي اتعلمت لغه والالماني صعب. وانا اول ما ياسر جه قلت له ياسر لازم تتكلم الماني، لان في لعيبه كتيره جدا احسن مني حتى على المستوى الفني كانوا بيطلعوا في اوروبا بيرجعوا بسبب اللغه، لان بسبب عامل مساعد في الاحتراف. لا عامل اساسي، عامل اساسي. انا متهيألي ياسر من الناس اللي بتتكلم الماني بشكل كويس وتعلم الماني بشكل كويس، ده ساعده كمان انه يقعد 6 سنين. وعلى فكره ياسر رجع بمزاجه، يعني مش ان هو لا في 2002 صح؟ بالظبط. اتفضل الميكروفون مع حضرتك. اتفضل. طبعا كل الذكريات مع الكابتن هاني. قول لي بقى كده يعني جمله كده بالالماني كده كمدخل. لا انا هقول له وي جيتس ديا اليس كلا اليس كلا زير جود اند ديا شون لانج نيك زين يا 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 فلستون. لا طبعا اقول له ازيك بقالي كتير ما شفتكش. هو بيتكلم يعني ياسر بيقول لي ازيك انت اخبارك ايه. لا هو بقول لك اللغه الالمانيه صعبه وياسر ما شاء الله اتعلمها كويس، وده من اسباب نجاحه. يعني ياسر من الناس اللي نجحت على المستوى، بقول لك لغايه دلوقتي الناس بتفتكره في المانيا وفي هانزا روستوك، ومن الناس اللي اثرت هو طبعا وكابتن محمد عمار. طيب احنا بعد الفاصل هنكمل الكلام الشيق جدا مع كابتن ياسر رضوان البيت الكبير. ندخل بقى على المشوار الطويل والذكريات الاكثر مع كابتن ياسر رضوان اللي مشرفنا النهارده في البيت الكبير. برحب بحضرتك مره تانية، ونتكلم بقى عن الرحله دي والنادي الاهلي. توصف رحلتك دي ازاي يا كابتن؟ وفرقت مع نجوميتك ازاي النهارده؟ والله طبعا هي كانت رحله شاقه وممتعه في نفس الوقت.
يمكن الكابتن هاني عارف طبعا ايام اللعب دي بتبقى احسن ايام بتمر على لعيب الكوره وما يفتكرها هو ما يكبر مثلا يشتغل في التدريب او يشتغل في اي حاجه تانية. يمكن انا تعبت شويه عما وصلت للمكان اللي انا فيه. بدات من ممتاز به وانا كان عندي 17 سنه ويمكن ساعتها يمكن الظروف كانت صعبه بالنسبه لي كمان لان كنت بنتقل من محافظه لمحافظه عشان اروح النادي وكنت ببقى في ساعتها كمان في المدرسه فالدنيا كلها كانت ملخبطه يا كابتن. انت بتخلص مدرسه وتاخد بقى لازم ازوق حصتين كده ماشي الحصتين الاخرانيين مش مشكله يعني ده تخلصهم. كان عندي مدرس محترم الصراحه بصراحه كان يخرجني غمض عينه وانت خيري. كانت الموضوع صعب لحد ما الحمد لله ربنا وفقنا وصعدنا مع البلديه ولعبت الست مواسم من 91 خمس مواسم من 91 لحد 96. كان الموضوع الاحتراف جه من كان عندنا مستر هانز شمات ده كان مدير فن البلديه المحله سنه 93 94 هو اللي يعني في الاول بعت لنا فاكس على النادي ان هو عايز ان انا اروح اعمل اختبارات وكده بس انا كنت لسه ساعتها يا كابتن لو حضرتك فاكر كنت لسه جاي المنتخب جديد 95 95 كان اول سنه ليك مع المنتخب اول سنه مع المنتخب فكان نفسي يعني العب منتخب مصر الاول كنت ايه كنت كان نفسي يجي اسم في الجورنال مثلا عشان انزل البلد بقى شايفين اسم في الجورنال وبتاع بعدها ايه امتى بقى هيتزع لي ماتش في الراديو انت عارف الممتاز بيه كان بيتذاع في الراديو بس الراديو بالظبط بعد كده التلفزيون اهلي وزمالك الواحد عمال يحلم وربنا كان انت بتفتكر كده وانت بتتكلم فاكر اللقطات انا فاكر الاتوبيس والنوم يعني فركزت في البطولة 96 لحد ما طبعا خلصناها والحمد لله ربنا كان موفقني فيها ورجعت عملت الاختبار في النادي وبدات بقى رحله الاحتراف. زي ما قلت لحضرتك قبل كده ان الكابتن هاني كان عامل لنا فرشه كويسه بصراحه بالبلدي كده يعني اسمه كان ما شاء الله حاجه كويسه وبقى له فتره طويله يعني جايبين مصر تاني يقول لك مصر تاني يعني هم عارفين الاولاني ايه فبصراحه دي كانت مساعدنا جدا. صحيح قابلت شويه صعوبات في الاول ويمكن بعد شهر كده لميت الشنطه وكنت عايز ارجع مش عارف اتاقلم طبعا الدونر تعبت منه الدونر كنت كل يوم دونر كل يوم دونر بطنك اتنفخت قد كده من الدونر ده الاكله ديت الدونر اللي هو تركي دوت زي الشاورما كده بس زي الشاورما بس بيقول عليها يعني قعدت يعني حوالي شهر اكل دونر بس يعني بس طبعا الواحد لما بيقعد ويفكر في مستقبله وكنت لسه ساعتها متجوز قبل ما اسافر ف عايز برضه ابقى حاجه كويسه ومشرفه اولا لبيتي واخواتي ووالدتي ورد الجميل ليهم فما كانش صعوبات وبعد كده البلدي يعني فقدرت يعني تتاقلم مع الوضع الصعب مع يعني مع الوقت مع الوقت كمان يعني بدات بقى اشتغل مع الناس وبتاع وبعد كده زوجتي جت فسهلت برضه عليا الامور شويه بدات بقى الحمد لله يعني مشيت كويس من ضمن الحاجات برضو المعسكر بتاع المنتخب الاولاني بتاع الكابتن هاني ده اللي انا جيت انا وهو فيه موقف ده 95 ولا كان موقف 95 لما كان الكابتن شوبير كابتن المنتخب كنا جايين من السفر وكان التمرين فاضل عليه يعني تقريبا هم احنا هنطلع نحط الشنط ونغير وننزل على طول فدخلنا الاوضه انا والكابتن هاني فتلعبوا جنوب افريقيا صح؟ ده كان اول مباراه ليا لا لا ده كان معسكر اعدادي يعني فكنا لازم نروح التمرين بسرعه فكانوا مدين لنا ايه الفلوس كده بتاعتنا بتاعت التصفيه فخدتها انا حطيتها على التسريحه كده بتاعت الاوضه ولبسنا ونزلنا رجعنا ما لقيناش الفلوس كابتن هاني يقول لي يعني ايه انت حطيت الفلوس هنا قلت له حطيتها قال لي وفي حد يحط الفلوس هنا برضه طب قول لحد فهو كابتن هاني فلوسكم كلها اتاخدت ولا فلوسك فلوس انت بس فلوسك انت لا كابتن هاني انا هسيب فلوسي كده لا طبعا انت هتقول لي الكابتن هاني قال لي الكابتن شوبير قال له ياسر حصل منه كذا 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 بصراحه الكابتن شوبير ما كان بيتمرن وتفكيره في الفلوس ازاي هيجيبها ازاي هيجيبها طبعا وفعلا كان بالليل الفلوس كانت موجوده جابها ازاي هو ليه طريقته الخاصه كل واحد وليه طريقته الخاصه ليه طريقته الكابتن شوبير كلمنا على اول ماتش جنوب افريقيا اول ماتش ليك تقريبا صح لا اول ماتش ليا كان 95 تنزانيا في تنزانيا لما نزلت لما مطرت علينا وانت موعود بالماتشات كان اول ده كان اول ماتش وكان يوم عيد ميلادي والله والله انا فاكره بالظبط يعني
22/4/95 كنا بنلعب تنزانيا في تنزانيا وكسبنا المباراه دي وكان الجو نار وفجاه متغرقه الدنيا مطر في الماتش ده ونزلت في الشوط الثاني انا ده كان اول ماتش ليا. ماتش جنوب افريقيا بقى ده انت عايز الاولاني ولا الثاني يا كابتن؟ عايز بتاع 96 ولا بتاع لا بلاش يعني اللي يعجبك 96 ده اتغلبنا في عين واحد لا كسبنا ده كان هناك جنوب افريقيا 96 مع هم خدوا البطوله مع كرول اللي احنا كسبنا المباراه صح؟ لما قال لك انا لو خسرت من مصر المدرب بتاع جنوب افريقيا هرجع مصر بجمل يعني هروح لمصر بجمل فالحمد لله ربنا وفقنا وكسبنا المباراه دي. الماتش الثاني بقى اللي هو بتاع النهائي ده يعني احنا طبعا مركزين جدا وداخلين بقى في الطرقه على بدايه المباراه والتانيين عمالين يغنوا انت عارف بقى ده 98 ده 98 عمالين يغنوا واحنا انت عمال تغنوا واحنا عمالين قرينا صور القران كلها ولا قرك مش يعني احنا مرعوبين عايزين ناخد البطوله بصراحه يعني تعبنا فيها طبعا مفيش حد ما مقطعش فينا قبل ما نسافر يعني وخلص السفر ده حاجزين لنا في اول طياره يعني بعد الثلاث ماتشات الاولانيين ان احنا راجعين يعني مش هنعمل اي حاجه في البطوله دي حقيقه كان الاعلام قصدك يعني لا ولا ايه كان حاجزين لا كانوا حاجزين احنا تذاكر ان احنا بعد نهايه الدور الاولاني هنرجع زي ما ياسر كان كابتن جوهري كان متوقع العكس كان كابتن جوهري مديهم ايحاء ان احنا لا احنا هنروح احنا مش رايحين ناخد بطوله كنا حاجز ومعانا البوكت ماني بتاع اول ثلاث مباريات بس فبصراحه يعني احنا كان الكبار معانا كان الكابتن هاني طبعا والكابتن حسام دول عملوا حاجه ده حقهم ولازم ياخدوه يعني سواء بقى افريقيا ولا كاس عالم يعني عملوا كل حاجه في الكوره لعب اعلى بطولتين في العالم يعني احنا اللي ما عملناش لسه انا كان ساعتها 24 سنه معظم المنتخب 24 22 لان يعني الجماعه كانوا جايين من المنتخب الاولمبي عبد الصدار واحمد حسن فمحتاجين نعمل حاجه انا كنت قاعد انا وعماره وكابتن هاني وسمير كمونه في شاليه عالمي مش هنتكلم عليه كان كل اربعه قاعدين في شاليه فكان الكابتن جوهري من ضمن الحاجات اللي كان بيعملها رحمه الله عليه يعني ازاي يحببك في المكان اللي انت فيه يقول لي افضل شاليه كل يوم هنديله 100 دولار مثلا او 200 دولار ايا كان يعني طبعا الكابتن هاني كان مظبطنا بقى كاسيت وبتاع وشغله واحنا عمالين نغسل على ايدينا ونظافه وبوزع لكم بجيب لكم دولارات كل يوم ناخد احنا ال 200 دولار بجيب لكم دولارات انت عارف وعماره بيحب الدولارات قوي انت وبعدين طبعا ما يبقى معانا حد بقيمه الكابتن هاني والكابتن حسام كانوا طبعا يعني ما حد يعني العصر الكابتن هاني والكابتن حسام في التمرين مش في الماتشات تمرينه زي ماتشه يعني هنا زي هنا مفيش مثلا في التمرين بتدلع او انا محترف في المانيا ايه القرف ده انا هنزل اتمرن في وملاعب بقى مش زي اليومين دول برضه الملاعب كانت تعبانه جدا يعني كلها التراب الاحمر ده يعني مش مفيش نجيله وان كان في نجيله يبقى تحتها اسفلت دي طبيعه كده يعني فبداوا يشجعونا بداوا برضك من خبراتهم ان هم يقولوا لنا انتوا صغيرين ولازم نعمل حاجه فبدانا معنويا المعنويات ترتفع بدانا نشتغل كويس بدانا ناخد كل مباراه على حده لحد ما وصلنا للمباراه النهائيه يمكن حضرتك فاكر يا كابتن قبل لما كنا بنلعب بوركينا لما دخلوا الخنازير واحنا طالعين في قلب في الممر خنازير نوع من انواع السحر يعني السحر يعني ان هم الكومباوند دي المكان اللي كنا قاعدين فيه ايوه المعسكر ليه بابين باب من هنا وباب من هنا احنا خارجين بعد المحاضره قاموا فاتحين الباب ده ولقينا الخنازير بتجري بقى كتير يعني نوع من الرعب ده عشان ياثر عليكم يعني معنويا او نفسيا ده من ضمن برضو المواقف اللي حصلت كانت صعبه بالنسبه لنا طبعا لما وصلنا النهائي مفيش بديل غير المكسب يعني بعد اللي شفناه وسمعناه والمصر كلها كانت بتقول لك دي فرقه راحت تشيل وترجع يعني مش استحاله تعمل بطوله ولا ده لو وصلوا دور الثمانيه دول يبقوا ابطال يعني ما احنا كنا قبلها خسرانين بطوله وديه في تايلاند يا كابتن مظبوط هو كان ضربات الجزاء وكان عامه الشكل الاعلامي ما كانش يعني ما كانش واخد ثقه يعني لا مش مدي المنتخب ثقه يعني ولا هو واخد من الثقه ولا احنا مدينين له الثقه بصراحه لكن توفيق ربنا واجتهاد الناس اللي كانت موجوده والخبرات اللي كانت معانا زي الكابتن هاني والكابتن حسام واللعيبه برضو اللي كانت جايه من تحت المنتخب الاولمبي كان لعيبه مميزين جدا بصراحه فرقوا معانا كتير
قدرنا ان احنا نحقق البطوله الحمد لله، وكانت بطوله يعني كانت اول بطوله لمصر خارج الديار يعني زي ما بيقولوا. وانت عملت بطوله عالميه بصراحه يعني ياسر، من انا في اعتقادي كنت بالتوب فورم ياسر، يعني من احسن الماتشات اللي عملتها والدورات. احنا بنتكلم ده لما بتلاقي التيم كله عالي، كله بيعلي بعض، كله بيعلي بعض. كله بيعلي بعض. كابتن فعلا الناس كلها كانت كويسه قوي، كانوا مميزين جدا، وكانوا هم يعني التغييرات كانت قليله كمان، يعني ما كانش في تغييرات كتير في الفرقه، كان ال11 معروفين، ممكن واحد يتغير كل ماتش او كده، لكن ال11 معروفين وحفظنا بعض يعني خلاص. حتى يعني ضربات الجزاء بقينا عارفين الكابتن هنا هيحط فيه، كابتن حسام هيحط فيه كده خلاص. بالمناسبه ده يعني خلي بالك كابتن حسام قال لي في الماتش بتاع هو ماتش بتاع كان ساحل العاج، ساحل العاج، فكابتن جوهري بيحط الليسته، فطبعا بيحط من واحد لخمسه، فحطني انا اول واحد. انا في التمرين احنا كنا بنتمرن على طول قبل على ضربات الجزاء ده في التمرين، خلاص بنستعد يعني. ففي التمرين انا دايما زاويتي شمال الجول، فدايما بحطها على الشمال، شمال الجول. فجيت في المباراه ديت، وخلي بالك من اصعب اللحظات على لعيب الكوره انه بيخش على ضرب الجزاء، وخاصه لما بتكون اول واحد من الناس اللي بتشوت اول واحد من ضمن الخمسه، يعني تبقى صعبه عليه، هو اللي يفتح الطريق، يفتح الطريق يقفل علينا كلنا. فانا متعود فعلا ان انا بخش احطها على شمال الجول، ده 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 معروف، ده معروف. وانا دايما انت عارف ياسر اللي متعود على الحاجه ده خلاص. فانا يا دوبك بخش، فانا لمحت شويه قبل ما احط رجلي، لمحت الجون بيروح ناحيه الشمال، فرحت مغير حطيتها ناحيه اليمين، ودخلت طبعا اول دخله. فالواحد سعيد شجعته، فانا راجع بقابل حسام بحسبه يقول لي برافو بتاع، قال لي غيرت زاويتك ليه؟ قلت له الحمد لله حسام ان انا غيرتها لحسن الجون كان رايح. قال لي لا كويس برافو عليك. دي بمناسبه الكابتن حسام، فاكر انت الجول اللي بتاع 2000 اللي كان في نيجيريا في بطوله افريقيا اللي كانت في نيجيريا، اللي انت خدتها على الطاير بتاعي ضد بوركينا فاسو. أيوة. ضد فرقه بوركينا فاسو، وجالنا ضربه جزاء وكابتن حسام حطها. بالظبط. طلع علينا ايه؟ جون مين احسن، جون كابتن هاني ولا بتاعي؟ انت كنت قاعد معاه في الاوضه. انت كابتن حسام حاطط ضربه جزاء والراجل عامل جون عالمي. ازاي هقول لك كده؟ لا طبعا ضربه الجزاء. طبعا انت تقدر تقول غير كده. لا حسام من الشخصيات الجميله يعني، اللي ما لعبش مع كابتن حسام ما لعبش بصراحه كوره فعلا، ما استمتعش بالحماس والقوه والروح والقتال ده حقيقي في الملعب زي حسام حسن وابراهيم حسن بصراحه يعني. بعد كده في 99 كان في كاس القارات صح؟ ده وانت بقى عميل. كان ليك بصمه هناك ده حقيقي. البطوله كانت بصراحه احنا يعني طبعا تقريبا دي كانت اول بطوله لمنتخب مصر يا كابتن. كاس القارات اول مره لعبت ماتشين. اول مره لعبت ماتشين واتطردت في الماتش الثاني، ماتش المكسيك، ماتش بوليفيا ده كنا خسرانين 2-1 وجالنا فاول، فكابتن جوهري مسافه بعيده فيقول لي شوت، اقول له شوت، يقول لي شوت، المسافه بعيده جدا هشوط ايه بس يا كابتن؟ انت ما كنتش مقتنع اصلا انك تشوط الكوره خالص. المسافه كانت بعيده يعني، انت لما تشوفها اكتر من 35 يارد هشوط ايه وانا روبرتو كارلوس هشوط شوط؟ قمت راجع وهي التوفيق يعني، شوط وجت جون الحمد لله يعني. وكنا عاملين ماتش كويس، كنت انا والكابتن هاني بنلعب في نص الملعب. نص الملعب بالظبط. فكنا عاملين ماتش يعني، عاملين الماتش الاولاني ده عملناه بصراحه كويس قوي. ماتش المكسيك كنا ماشيين كويس قوي برضه، لولا طرد يعني الانفراد اللي في بقى خلاص هي 2-0 والراجل هيحط الثالث، ف لازم اعمل اي حاجه بقى يعني، فشنكلته فخدت طرد يعني، والحمد لله ربنا وفق المنتخب وتعادلنا 2-2 في المباراه ديت، وكانت من احسن مبارياتنا. الكارثه بقى اللي بعد كده هي المشكله بتاعت ماتش مباراه السعوديه طبعا. هي دي اللي كانت صعبه، وخاصه ان الكابتن جوهري كان قايل السيناريو بتاعها هيمشي ازاي، ما اتكلمش في الفنيات اكتر ما اتكلم في الحاجات اللي ممكن تحصل في خلال خلال المباراه، سواء من تحكيم او لعيبه السعوديه هتخرجك عن شعورك، هتبدا تنرفز لان عارفين ان احنا عصبيين شويه في الملعب، فبداوا يشتغلوا على الحته ديت، وقد كان يعني هم تفوقوا علينا في المباراه يعني. كان مباراه غريبه جدا جدا، وكابتن جوهري زي ما انت بتقول ياسر كان حكي لنا خلي بالكوا الحكم ممكن يكون مش في صفنا، ودايما خلي بالك حصل لدرجه ان اتنين اتطردوا وعمرهم ما اتطردوا يعني. انت بتتكلم على حازم امام وعبد الستار
وبعد كده سمير بعد كده كمونه وكمونه يعني بتتكلمي الثلاث يعني احنا لعبنا تقريبا اخر ربع ساعه كنا بنلعب تقريبا سبعه في الملعب سبعه لعيبه غير الجول طبعا يعني لو بنتكلم على سبعه لعيبه سبعه لعيبه فعندنا عندنا سيرد باك كان سمير مش موجود واثنين طبيعتهم اصلا عبد الستار وحازم ما بيتكلموش بس هي كانت ليها ظروف خاصه والحكم يمكن كان جاي علينا شويه لكن من البطاقه دي المناسبات او الظروف اللي انت كنت بتقول من شويه مزبوط. ان هي اكيد عدت وعدت عليك صحيح. وعدت عليك يا كابتن أكيد. ياسر ظروف مشابهه من اللي بيحصل النهارده مع الاهلي هو اللي كان بيحصل نفس الاحداث نفس الاحداث نفس الاحداث انت بتاخديها عملي بتاخديها شفوي فيعني لما حد يجي يقولها لك من بدري خلاص انت عامله حسابها فممكن تعديها لكن لو دخلت فيها عملي نسبه نجاحك زي نسبه عدم النجاح فيها يعني او الفشل فيها فبتبقى انت وحظك فيها يعني او حسب قوه تحملك في في الظروف دي يعني خرجنا بقى بالبطوله وبعدها لعبنا بطوله 2002 اللي كانت في مالي وعملنا بطوله كنا ماشيين كويس يمكن كسبنا تونس كابتن حضرتك فاكر احنا تقريبا طلعنا بالكاميرون من الكاميرون 1-0 خسرنا 1-0 ودي كانت المشوار مع المنتخب يعني وبعدين بعد 6 سنين من التألق ده رجعت للأهلي رجعت البيت الكبير بعد ألمانيا رجعت البيت الكبير احكي لنا بقى العودة العودة طبعا كان عن طريق أنا كنت في الفترة دي كنت مصاب وكان عمارة بنزل المنتخب فكان بيروح النادي وبتاع فكابتن خطيب كابتن صالح رحمة الله عليه قال له احنا عايزينكم ترجعهم وبتاع ومش عارف ايه وكلم ياسر وكده فهو رجع كلمني قال لي الوضع كذا 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 والكابتن خطيب عايز يكلمني طبعا حتى لحد الآن يا كابتن لما يقول لك كابتن خطيب عايز يكلمك لازم في هيبة انت عارف يعني صحيح. في حاجة كده كابتن خطيب يعني فقلت له بجد قال لي عايز يكلمك قلت له ماشي فقال لي هو هيتصل الساعة 8 بالظبط زي ما بقول لحضرتك كده كابتن اتصل الساعه 8 ازيك يا ياسر عامل ايه ازيك يا ابني اخباركوا ايه وبتاع واسرتك وي 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 وعايزينك ومحتاجين النادي الاهلي هتقول ايه خلصت خلاص خلاص النادي الاهلي والكابتن خطيب رجعنا جيت انا يمكن انا مضيت قبل ما اخلص يا كابتن يعني انا مضيت 2001 ورجعت لعبت سنه كامله في المانيا زي ما حضرتك قلت يا كابتن فعلا اتعرض عليا هناك بعد ما عرفوا ان انا مضيت في النادي الاهلي اتعرض عليك كذا عرض هناك لا ده كمان النادي اللي انا كنت فيه هانزا اتعرض عليا عرفوا ان انا مضيت قالوا لي طب امضي عندنا جدد هنا تاني واحنا هنخلصك من النادي الاهلي يعني هيرجعوا يتفاوضوا مع النادي الاهلي تاني بس انا طبعا رفضت يعني انا بصراحه كان امنيه حياتي ان انا اكون موجود في النادي الاهلي هو كان طموحي في الاساس يعني يا كابتن ان انا ابقى موجود في النادي الاهلي قبل ما موضوع الاحتراف ده برضه الاحتراف ما كانش في دماغي دماغي يا كابتن احنا كنا بنتفرج على ماتش واحد اللي هو نهائي الدوري في انجلترا نهائي الدوري الكاس في ايطاليا طول السنه ما بتتفرجش ما فيش ماتشات ثانيه مش بتتذاع اصلا ماتشات ثانيه انت هتروح تلعب في وسط الناس دي ازاي؟ يعني العقل الطبيعي عمره ما يفكر كده يعني الواحد كان يعني انا ساعتها ما انا بعد من الاختبارات انا في حلم يعني هو انا في المانيا فعلا وجاي عشان العب في الدوري الالماني ازاي بقيت يعني واخدها كده ايه عايز ارجع امسك القرشين وخلاص يعني من في القاهره لا بس تجربه ناجحه جدا يا ياسر وكمان خلينا نتكلم ان انت والاهلي طبعا رجعت على عالم احتراف ونادي محترف بشكل كبير لكن المانيا كمان بالنسبه لك قول لنا ايه اللي فادك من التجربه الالمانيه سيبك من الفنيات انت كده كده اكيد الفنيات انت عندك لكن انت خدت ايه وانت جاي من المانيا وعلى مستوى لعيب وحاولت تحققه او بتحققه وعلى مستوى كمان التدريب انت دلوقتي مدرب وكان ليك تجارب تدريب ناجحه جدا خدت ايه من التجربه الالمانيه عامه بص يا كابتن مفيش شك ان انا شخصيتي اتغيرت تماما يعني انت عارف خلينا نتكلم بالبلدي كده انت جبت واحد من الفلاحين ما قعدش في القاهره بيجي القاهره مثلا عشان معسكرات المنتخب مثلا اللي هي اسبوع اسبوعين وانت عارف كنت باجي اقعد في الاوضه ما بخرجش الا على الملعب ما بتحركش انا بالظبط كده فجاه رحت 6 سنين فجاه بتتكلم عربي بس ورحت المانيا فالموضوع يعني بصراحه غيرني تماما غير تفكيري حسسني يعني ايه في عندك مسؤوليه انت الرقيب على نفسك ازاي تبقى منظم في حياتك ازاي تحضر شغلك لقدام الناس
بتتفاجئ طبعا. الكلام ده ما حصلش من اول ما رحت عشان ما يعني كده يبقى انا كداب يبقى انا راجل بهرج. طبعا لا تعبت خدت معايا فتره وتعبت طبعا وبدات اشوف الناس يقول لك انا ان احنا مثلا في شهر 2 انا في شهر 10 هعمل كذا كذا كذا. طبعا كله باذن الله يعني بس شوف هو مخطط لامتى. طب انا ليه ما بقاش كده؟ بدات اجيب بقى اجنتات يا كابتن اللي انت عارفها اليوميه دي ومش عارف ايه وبدات اعمل برضو زيهم عايز اقلد وده مش عيب. بتعمل ده دلوقتي ما بقاش فاهم طبعا. نعم؟ بتعمل ده دلوقتي بتطبقه في حياتك اكيد وتعلمه خلاص خلاص اه خلاص الموضوع بقى بالنسبه لي بقى وانا انا مواعيدي دقيقه جدا يعني يعني حتى في السفر ببقى عامل حساب لو في زحمه هطلع من هنا ان شاء الله الساعه كذا هوصل ان شاء الله الساعه كذا. فالموضوع بالنسبه لي بقى موضوع الالتزام والنظام وان انا ابقى عارف انا عايز ايه دي حاجه خلاص انا منتهيه من عندي يعني. انا بقى يعني على مستوى المدرب يا كابتن انا بحاول انقل للناس خبراتي والمواقف اللي انا مريت بيها غير الحاجات اللي احنا طبعا الشغل الفني ما اي حد ممكن ينزل يمرن. طب في دقيقه ايه اللي حضرتك دلوقتي بتحاول تنقله للناشئين او قطاع الناشئين من الخبره اللي انت برضو استفدت منها او اتعلمتها من الالمان؟ قول لي في دقيقه ايه. لازم يبقى عارف ان هو عليه اي لاعب موجود في النادي الاهلي لازم يعرف ان هو عليه حقوق. قبل ما تطلب حقك لازم تدي للنادي الاول حقه لان انت في الاول والاخر اللي عملك هو النادي الاهلي مش حد تاني. يعني حته الانتماء دي مهمه جدا لازم يعني نعرف الولد يعني ايه انتماء يعني ايه مبادئ يعني ايه في مبادئ يا جماعه. بس ايه المبادئ ده؟ نظام ده سيستم وما ينفعش حد يخرج عنه. هي دي القوانين زي ما احنا بنقول يا كابتن قانون ما يبقى في قانون هتقدر تنجح من غير قوانين هتبقى عشوائي. صحيح. عشان الناس برضو تقول لك ايه اصل المبادئ يحطها في الدرج يطلعها من الدرج. احنا ما بنطلعش حاجه من الدرج ولا بنحط ولا بندخل. احنا عندنا نظام وسيستم. الناس دي مش فاهمه يعني ايه اصل المبادئ يعني. معلش مع احترامي هي مش فاهمه يعني ايه مبادئ ومش فاهمه يعني ايه واحد بيتكلم من مبادئ. هو بالنسبه له انت بتتكلم في حاجه غريبه هو مش هيقدر يوصل لها ومش عارفها اصلا يعني. مش عارفها اصلا. ده حقيقه. فبنحاول نحسس بالواد ده بقيمه المكان اللي هو موجود فيه لو هو مش حاسس بيه عشان ما يحصلش الحاجات اللي احنا بنشوفها الفتره الاخيره دي. هتقول لي في احتراف ماشي ما انا ما قلتلكش ان ما فيش احتراف بس مش بعد ما تكون انت لعيب ميت ومت كلينيكيا واجيبك وانعشك وارجعك شاب تاني وفي الاخر تبيعني. حلوه الجمله دي وينفع تكون خير ختام لبرنامج او لحلقه النهارده من البيت الكبير. شرفتنا كابتن ياسر جدا جدا ومنور بيتك الكبير دايما. ميرسي وانا استمتعت معاكم جدا والله ومبسوط ان انا معاك كابتن هاني. نورتنا ياسر طبعا. نورتنا وتاني هنشوفك اكيد في بيتك في البيت الكبير ان شاء الله. منتظرين منك ان شاء الله اجيال يعني بدوس على شويه عايزين 3-4 لعيبه كده في مستواك ان شاء الله يا ياسر. ربنا يخليك يا كابتن ان شاء الله. دي طبعا كانت نهايه حلقتنا النهارده من البيت الكبير. بكره ان شاء الله زي ما متعودين من 10 لواحده في البيت الكبير.